بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي سجتني الشنات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. حبابي هاي كساب سني هاي كراهة تمني الموت إن لكهضون لتشعلين شرعا إن لتمنيو أو لتشعلين ستول لبريو غيري إيا دماشو بسبب ضر نزل به لباتكو قبطي درتيت لباتا الدنيا دكو قبطي نوال عجيري مثلا حنون كل بي مثلا هول الدنيا درتيت إن أضعو بريدو أما آد وجعلي ستو إن أدمتو نفتو كابحضو إن لا أن لتشعلي إنو كراهتهاي ولا بأس به لب ملاها إن لتمني يجيري يود لخوف الفتنة في الدين عبسي أتك عبساني سي دينتي إن لقا فتنة يو دينتي إن لقا فتنة يو حل زمن حمباد مثلا جوكتا مغالا عام دينتا كواناك سنين ضد إيو بلشو دينتي بالمرتي أو لب بضان باكو تميد waxaad ka baqday ba intii yar ayda haysatay sunnada ahayd in laga dalfiyo lagu garab mariyo marka iyada ah way banaantahay inaad ilaahay uu nafta iga qaad aad jiraado wa ana bi hurata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal nabigu wuxuu yiri la yatamanna ahadukum mitkin yusant bariyan un tamanniin uusan jeclaysanin الموت جيري يا دمشو إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إما محسنا كان يمقعد اسم كذبه وضقوا أن إما أن يكون محسنا لبن ويروح مركات جيري يود بري يسأل إله نفط يقاد نور دمون سينور أنا يمشي الله ذا هاي نبي حوري مثكين يسن تمانين جيري يود يوسن برين يوسن شعلي سنين إنو دنتو إما محسن إما يكون محسن الله مدن ويروح مسلم كا إنو وناقي خير شقي سنة يونين في عن أو يهي إيا إنو ننحو يهي لابد أبوكو ما في عنين أتبريدو إن أتقيريو تودمتو محايا إليها داد وناك سنتا هنا إنت أدنوشي وناك بات كر سنيسا روح مسلم كا هدي يقور إيو وناك سنة صالحة عمري يسا وناك بات يأوغا كردا وكان النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وهايدنكو خير بدن كايدنكو عمر الدير حقا نايدنكو عمل وناكسن مركا داد محسن طيب إحسان فلو تاي هذه يقول زمنك كو قربة وحد كرسان إسا خير يا حسن إما يكون محسنا إنو سمان فلو يهي فلعله عمر قادر وحلق يابا يزداد إنو كرسوده حسن أو كرسوده رواية كلا عديسي فلعله أن يزداد إحسانا وناك يعمل صالحة إنه كرسادة لغيابة مركا محدود دقدقي أو إنه لقمته أو عمره صوقه بتاضو بريسا وناك بابا كوص عوده وإما مسيان وإما أن يكون مسيان يعينو يه حمام فلو إنه دو وناك فلو تاي والروح صالحة تاي إنه دو حمام فلو تاي لبدا مدون وي هذا دو حمام فلو تاي إنه طوبتك انت لغيابة إلهي إنه هدايك سيان لغيابة إن إلهي قلبك هذا النور قليه وإسبدل كوي ماده ودعوة قوم صالحين كو قد عضو أما إلهي دا يكولدونا بدون السبب بالغ يابا رحماتك ربي مركا لا يسكمور استاقي محدودك دا قيسا وإما يكون مسيئا إنو سن يهي وهدا خير كو رصده وإما إنو حمان فلو يهي ونن حمص ميوية فلعله نكا وحمدين الله يابا أن يستعتب إن وضلبضو إن لغرها لنقضة الاستعتاب يعتبى وطلب الرضا والإرضاء وحلقا يابا إنو لي ما دا عمل يا توب إلهي سبحانه وتعالى وكره للنقضه أصغنا أقود البنى يا إلهي نكره للنقضه في رواية فلعله أن يستعتب أن بمشى يا رواية قل ليس مرك استعتابك وإن أسعنا دب النقطة وطوبتك أن تضي إلهي سبحانه وتعالى تقطوط وضدي أتكرد أنت كسر النقطة لغي أبا أود خيرك أصول الله بات مرك لبضا ما دام إسورة قلتها وحبها بريم وهي
geeri kugu timi inaad geeriyooto muttafaqun calayh wa hada lafdu lbukhaari fi riwaaya waxaa ku sugan imaa musiiun fayastakfiru aw muxsinun fayasdaad ruuxu waa un laba inuu yahay xumaanfalow oo inuu toobadkeena laga yaabo iyo inuu samafalow yahay oo nin samaan lagu yaqaano iyo uu khayr korarsado marka waxaad ugu degdegtaan ma jiro wabitaali mar walbood ilaahu nafta ga qaatiraada markuu geeridu wadku ay ku qabato inaad hashkadaysaa laga yaabo dhaqanka bini aadamka iyo basharka taabiciga la odhan jiray alqaasim ibnu mukhaymira ayaa wuxuu yidhi in badan soddon sana ilaahay baryo nafta iga qaadoon dhintoon dadkan dhexdhaafoon xijaabto markay geerida timid ee baashu soo bilowday geerida anoo koosanayna isarkay buu ihi anoo inaan dhinta diidan oo dhibsanaya geerid baan arkay buu dahabi baa tacliiqay wuxuu ihi wahakada caadatu lbashar waxaa ku badan basharku inay wax tamaniyaan oo raadiyaan oo ilaahu saamay noqoto ay yidhaahdaan markay xaaladdu dhacdana ay xoogow reergubiyoodaan baa dhici karto ay laba afleeyaan oo laba bogleeyaan geeridu way culus tahay sufyaan athawri raxmat ullaahi tacaala calayhi ayaa in badan baryi jiray ilahi nafta ka qaado nin saalixu caabid oo faqiih oo caalim oo sunni ah ayuu ahaa oo muxadita waad garanaysaan min culamaai lumma geeri buu in badan baryay marka uu xanuunsaday wadkii yareed ku yimid ayuu xoogow sakaraatulmowtkii xanuunkii baa dhibay saaxiibkii cabdiraxmaan mahdi buu yidhi xuri yaasiin igu akhri suuratu yaasiin igu bilow oo maxaa jira waxaan maqlay buu yaasiin ruux lagu akhriyo xoogow waxaa loo fududeeyaa sakraatulmowtka iyo warfaadka loo fududeeya ugu akhri waan bilaabay buu yidhi suuraddii intaana dhammaynin ayuu naf baxay buu yidhi sufyaan athawri marka marka hore inaad barido kadibna markuu ku qabto ilmood geeri waa culus tahaye aad qob geritaa laga yaabaa marka hore marka ka fiirso waxbaha ku degdegan hawsha ilaahay u daa xadiidka sharaxiisa waxaa nagu soo maray bilowga kitaabkeena ku soo maray xadiidkan isagoo faasan oo sharxanay marka degdeg baa ku jiro xoogow rabbi inaad gacan dhaafayso ilaahay baa naftaada haya isagaa yaqaana xilligu qaadayo waa hawl qorshaysan marka inaad xukumka ilaahay qadarkiisa ka degdegaysa ka muuqanaysa marka lama rabo haddii aad ka maarmi weydo siduu nabigu inoo yeelay baa lagu ducaysanaya wa fii riwaayati limuslimi riwaaya muslim uu leeyay waxaa ku timid can abira laga warinayo can rasuuli sal ly slam qaala subana wuxuu ihi laa yatamanna axadukum midkinyuusan jeclaysanin almowta geeri walaa yadcuu bihi yuusan alla ku baryin allahu nafta iga qaad yuusan dhihi walaa yadcuu bihi yuusan baryanan codsanin min qabli an yaatiya intuusan u imanin ka hor geeri iyadoon imanin ka hor yaan la raadin oo ilaahay laga baryin innahu idaa maata aadama markuu dhinto waxaa weeye xaalku inqaaca camalu camalkiisu waa go'aaya marka maxaad khayrkii kuu socdee wanaagsanaa iskaga goynaysaan wa innahu laa yasiidu lmu'mina mu'minka uma kordhiyo cumruu cumrigiisu ilaa khayran wanaag mooyaan ruuxa mu'minka cimrigiisa dheer khayr buu u kordhiyaa hadduu dhintana camalkii khayrkaa go'ahaya sadaqaadkii jaariga ahay iyo asbaabtii wadaysay camalka goonida loo sheegay mooyeen asal waxaa weye ruux hadduu geeriyoodo faylkiisi waa la xidhay buuggiisi waa la isku laabay kitaabkiisii waa xidhan yahay duco muslimin kaaga timaado iyo walad saalixood ka tagtay iyo sadaqa jaariya iyo cilmi ummadda anfacood ka tagtay iyo howlaha inaad u baxsata mooyeen asal baabkii waa la laabayaa haddii goorna camalka adigu aad qabsanayso ee adigu aad leedahay baa ka khayr badanka dadka kaaga imanay marka adigu camalka kuu socday khayrka maxaad iskaga soo xidhaysaa oad ilaah weydiisanaysaa wacan anasin radia allahu tacaala can qaala qaala rasuulu llahi sal lay wasalam laa yatamanayanna axadukum midkinyuusan tamaniyin oo uunsan baryin almowta geeri lidurin dhib dartii asaabahu ku dhacay durkaasi waa dur dunyawiga horaan baynu soo faahfaahinay durka dunyawiga hawl adduunyo caafimaad daraa kugu yimid culays dhaqaalaa kugu yimid xoogo walbahaar fara badan baa yimid colaad baa timid cabsi geeriyaad baa timid oo dad aad ka baqayso waxba ha degdegi haddaad arkinka diinkaada un u cabsato diintaada un diin wanaagsan baad haysatay sunni fiican baad ahayd addoon saalixaad ahayd diintaadii in lagaa fitnayaad ka baqday oo wixii yaraa dhiilka kugu jirayba lagaa daadsho marka iyada way bannaan tahay ambiyaa samaysay waxaa sameeyey jamaaca min asalaf abubakar ka mid ah cumar baa sameeyey abubakar taabiciin fara badan baa sameeyey jamaaca min asalaf baa hawsha ku dhaqmay way iman doontaa nabigaba inuu kala qaadi doona min ajli durin asaabahu asiibay fa in kaana laabudda mutamaniyan waa inagii soo maray haddaan la daynaynin wey inaad geeri iyo wad baridaan haddaydan daynaynin
فليقل هاي هذا الروحاسي اللهم أحينا الله إنوله ما كانت الحياة أنت إنولش وتهاي خيرا لمدي ونعكسن الله وضع جرنها هي إنولش أنت إيه ونعكسن تي إنوله وتوفني النفط يقعد أو يقفصو إذا كانت الوفاة خيرا لي هذي جردو إيه خير بدن تاينا الله يقفصو إلهي قدام مصلحة هذا يمامل كذا تأسوا ونعكسن متفق عليه رواية أحمد بن حنبل في مسنده وابن حبان في صحيحه وحيه لضر نزل به في الدنيا في ذوات وفي ذواتها السبيل له جرتين بسبب الدنيا لدر نزل به في الدنيا اي بسبب الدنيا هول الدنيا ام باب بنان ان ما بنان ان غير ابرد اما ارن دينيت وافسحن يا اسو باب كصدحات يا عشر كتبناد رياض الصالحين بين قوس وفافيني حديث كان معنيه سي مسائل كيسه تامركو بنانته ونغ عمر سو شيغني رضي الله تعالى عنه مركو وايلي لخدن دور سنه او غاري ummadii raciyadana balaaratay oo dhul badan uu ka taliyay futuuxaad ku bateen ayuu ka baqay in dayacaad ay timaado asiga waa nuglada waayeel buu noqday xoogii dhalinyarada ma hayo siduu wax u maamuli jiray oo maamuli karo markaasuu ilaah waa aragtaa maam mas'uuliyadeedu waa balaaratay aniguna waa taag yareeyay da'deedu waa korodhay lafta iyo lidba waa dabceen awooddii badnayd ma hayo ilaahow nafta iga qaad buuri adoon ummadana dayacaynin anigana ifindaynayn وكل أفسدي سلام مركب عابس الغفاري سحابي سيدو كله مركب قليل رياب من أمي في ندد وقعب صدي طاعون رعينا ويمد يحيله وطاعون كان أزقع الله أنا ضد كل ما هي كنت جاي قدر وكنت جاي جماعة من السلف بس إذا سمعي سو أنتي قليل جوارا أيضا معينا قضات كردجار يا وحيدة ذا ينسوه صوت شناينا جماعة من الفقهاء أو من السلف الصالح بس قرما جواب نو كان الدوله وركس بري غلبتي كايا كان غان انسين هيا هبينك ويلهي بريي او سخداي هل توسي نفته وقدره الشيخ جماعه جماعه من السلف يسدا قتمي بخاري با سميه مره يدونا في الدين اي قبصتي ود غرنيس مره تاسي وا قاب كاسد الهي بريسا الهي يو انت اي نولش خير انت اي نوليسي مركي غيردو خير انت اي نفته اي قاد اذا اما اهل الدنيا حوي ايدو وحوي waa dhaqan dhaqanka gaalada jaahiliyadii ayaa markaa wuxuu ku adkaatay isdili jiray ilaa aminkan kuwan gaalada dhex joogtaan iyo kuwa dibadaha jooga iyo afrinji iyo afrikaanba waa aragtay waa isdaldalaan intixaar bay sameeyaan xarig bay iska soo lalaadiyaan sun bay cabbaan derbiyaha iska tuuraan waa hawl adduunyo un ama arrin diina isagu meesha kuma jiro waasagu dhib ma laha wacan qays nabi xaasim radiallahu tacaala can قال حر السحابي قد دخلنا وحن أقلي أم بوقني على خباب بن أرط رضي الله تعالى عنه نعود أن نقوم بوقنين سيدنا خباب بن أرط رضي الله تعالى عنه وحن صدح حنو لبقى آذ أقول لي رضا وقود هاي بقي علوشان لقى قبطي أركو جرتاسا لقى قبطي مركة تابعي كان وقيس بن محازم كبار التابعين وممن روى عن العشر المبشرين بالجنة دخلنا على خباب بن أرط بن أقل نعود أن نقوم بوقنين وقد اكتوى أسوء إسقبي سبع كيات تضبر دبس كل شيء في بطن رواية عبد العزيز وقد اكتوى في بطنه سبع كيات تضبر ميلود بس كل على شيء بقى فقال وحول لسحابي أبي حازمها عفوا خبابها إن أصحابنا أصحاب رسول الله بوجه ذا صاحب بضايو أصحاب النبي محمد الذين كواسوا سلف هور مري ومضوا تقي سلفوا هرمر عفوا مضواتك ولم تنقصهم الدنيا الدنيا رحمة إيسان كدمين يعني مهاجرين أنصار تهوري الدنيا كان كحجابتين وكتك إبراهيم وح الدنيا يتقال فربضاني وح مشغولية أنهلين أنفرت ضمو تصنين إن أصحابنا الذين سلفوا أصحابتنا هرمر مضواتك وحجابتين وقريودين ولم تنقصهم الدنيا أيضو الدنيا أيسان راوعين قرافين وحبا إيسان أقيسنين أيضو حول الدنيا هلوي sidii loo baahnaa ee adduunyadu ciidda loogu jiray ee diinka loo difaacay loo sabrahayay ayay ku dhammaadeen wa inna annagu xuri asabna waxaanu helay xagga adduunyada maa laa najidu lahu mawdican hanti aanan u helaynin meel aan dhigno ilaa turab ciidda in la gelin oon xabaalo loo qodi iyo godod loo qodi mooyeen ama guryo iyo dhul lagu dhisi mooyeen wuxuu ka sheegay saxaabigu qisadii faqrigii uu soo maray buu ka sheegay xadiiku waa mukhtasar riwaayada kala faahfaahsan وحول وحن صومر نبي محمد لسه جوجي يا صحابته هو لسه جوجي أنا النفط هذا قبتان هل درهم هلين هل درهم ما كانوا وش يجي صوب بقضي هل درهم أنا هلين
guri haddaad igu soo booqateen, wuxuu yidhi docda ayadaa waxaa ku jira, waxaa ku xabaalan 40,000 oo dirham, 40,000 oo dirham baa halkaa ku xabaalan buu, oo meelaan dhiga aan waayo, hal dirham baana waayo jiray xilliga nabi maxamed naftooda ay qabato. markaasuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi halkaas 40,000 oo dirham baa igu jirta, kafankaygana waa kaa ii diyaarsan oo isdul yaalla, waxaana soo martay buu saxniy ee khayr badnaa oo xamse la odhan jiray oo kafanan u weyn intuu shiiday. dirham baan waayi jiray 40,000 baa halkaa ku xabaalan, kafan la'aan baa lagu shiidi jiray, halkaasay ii saaran tahay, kafankayga waa ii diyaar. markaasuu ooyo aad u ilmeeyey. kadibna wuxuu yidhi walowlaa anna annabiya nahaana, haddii nabigu uusan naga reebi lahayn an nadcuwa inaan isku barin aan barino oon codsano bilmowti geerid geeri cafaya dhimasho la dacawtu bihi, waa codsan lahaa buu ilaah baan ka toogi lahaa inaan geeriyoodo oon dhinto, laakiin nabi maxamed baa naga reebay, waxa asagu cilladii looga reebay buna hadda ku jiraa. wuxuu u arkaa wax fidna diinadu hadda haysata ma jirto, oo hadda khaas ah xanuun ku dheeraaday oo dhibay unbaa hadda haya. xanuunka haddii la fiiriyo hadda isuma habaari karo, laakiin hadduu dhanka kale la eego ah in faqri iyo sabr ay ku soo koreen, taana ay wanaagsan, haddana adduunya lagu fatahay oo adduunyada u baqay inay fitnayso oo u bannaanto inuu sabaaro, asuma ka dhanka kale u fiiriya tan muusan eegin. waxaa qoola saxaabiga dhici karta takhsiiska nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo u kala qaaday arrimaha adduunyada iyo midda diineed inuusan markaa maankii maskaxda ku haynin baa dhici karta. wuxuu yidhi taabicigii uma aataynaahu maratan ukhra, mar labaad baanu booqannay khabaab bnu arad, wahuwa yabni xaaitan lahu, asagu derbi dhisahaya, guri uu leeyahay buu dhisahaya, xaaitan lahu ama beeruu leeyahay hagaajinaya. faqaala, wuxuu yidhi saxaabiga khabaaba, ina almuslima, ruuxa muslimka, la yu'jaru, waa laga ajirsiino, thawaab baa laga siin, fii kulli shayin yunfiqu, wax kasta oo bixiyo, ilaa fii shayin, xoolo mooyeen, yajcaluhu fii hada turaab, xoolo uu carradan geliyo uu dugay mooyeen, wixii kaloo dhan waa laga ajirsiinaya. xoolaha dad xabaashaya dhagee, culimmadu waxay ku xambaaneen intaan dambe xataa wixii xoolo dhul geliso ama guri aad geliso ama beer aad geliso waa laga ajirsiin, wixii aan ka badnayn xaajadaada, wixii xaajadaada iyo baahidaada ku eg waa laga ajirsiinaya. ama wixii baahidaada ka badan oo adduunya kororsi, haddii ajir ka heli maysid, haddaan xisaab aysan kugu imanin culus, cadaabna uusan kugu iman. ina almuslima la yu'jaru, waa laga ajirsiinaya, fii kulli shay, fii kulli maalin, yunfiquhu, uusan bixiyo nafaqeeyo weeye, ilaa fii shayin, ilaa fii maalin, maal mooye, yajcaluhu, uu yeelayo, fada turab, ciidi carro uu ku dhisay mooye, ilaa fii maalin, yajcaluhu fil binaa, baa riwaayo kale ah, fil binaa, dhisme la geynayo. asagu haddii xoolaha intii la dugo meel in la geliyo oo laskaga tago waa xaaraan, ma bana, waa idaacatu lmaal. waxa laga hadlay imaamka hadlay waxa weeye dhisme iyo dhul wixii la geliyo ajir lagama helo, waa wixii baahidaada ka badan, wixii baahidaada ka badan waa xisaab, xalaal waa xisaab, xaraam waa cadaab, laakiin wixii baahidaada ajir baa laga helaya. taas oran baad soo marteen. mutafaqu calayhi, wa hadha lafdu riwaayati albukhari. idan xadiidkan asna wuxuu tusayaa inaysan bannaanayn cinda saxaaba in hawl adduunye iyo dhibaato adduunye ku qabsata darteed geeri iyo wad ilaahay laga baryo inaysan bannaanayn, ama hawsha diineed ayadu way bannaantahay. baabu lwaraci wa tarki shubahaati, wuxuu baab yahay in la xalaal miirto oo xaaraanta la iska dhowro oo shubahaadka iyo waxyaabahan ku caddayn xalaalnimadkooda aad ka fogaato. saxaro qoo dheer baa laiskaga tiraa, xalaal iftiin baa la qashaa, ruuxa muslimka wuxuu hubo xalaalnimadiisa inuu isticmaalo. baabu alwarac iyo watarki shubahaad, in laga tago waxyaabaha aan caddayn xalaalnimadkooda aad kaga fogaato. qur-aan baynu soo marnay, warucu waxa weeye tarku maa yukhaafu dararuhu fi laakhira, tarku maa yukhaafu dararuhu fi laakhira, shay walba ood ka baqaysa aakhira inuu ku dhibo adduunka iskaga fogow. shilinkan maxalalba maxaraamba uu kuu caddaan waaye, wadaadaa ku yidhi waa kuu bannaanyan, kuguna waxay dhan waa xaraan, iskaga car, iskaga fogow. intii aakhira wax kugu soo bixi lahaa, xisaabtu adkaan lahayd, wax xaraana lagu qarin lahaa, wadaad kuu masalo xumayn lahaa, iskaga fogow. tarku maa yukhaafu dararuhu fi laakhira ayaa waraca layd. ama zuhd waad soo barteen, waa tarku maa laa yanfacu fi laakhira, horaan baad soo marteen. imaamu thawri asagu waa daniin zaahid oo caabid ahaay oo iskaga sahlan, wuxuu odhan jiray maa ra'aytu asala min alwaraci maa xaaka fii nafsika taraktahu, wuxuu odhan jiray warac wax ka fududba ma jiro inaad xaalmiirad noqoto
ood warcnimo ku dhaqanto wax ka fudba ma jiro oran jiro. Waa sidabaa la yidhi. Wuxuu yidhi wixii qalbigaada ku noqnoqday xoogo shiki ka galba iskaga tag, maa culays ugu haysa. Wixii niyadaada ku degto oo xaalnimada ku cadaado qorax dharaar joogto ay noqoto marka ka qaado, wixii kale kugu aad ka shiki iskaga tag. Maa ra'aytu asala min alwara'i maa xaka fi nafsika taragtahu. Laakiin hadda taa ufud Sufyaan ath-Thawri waa mid annaga noogu culus. Shaygoo lagu fatwooday oo lagu caddeeyey wadaaduhu ka hadleen oo adugu naftaada aysan ku deganayn, yaa dhihi sheekhu Balqiil Baarbal, waa sidee meesha waxbaa jire sikoo loo shaqaysta maleh, bal wuxuun ku noqo wadaadu masalad. Shan goor yaa bil gudaha nin su-aal igu soo celiyay, shan goor oo kala duwan. Markaa waxaan arkay cid kale oo la aad bas baan u qasay geegta wati ibn Taymiyya ka sheegay yiri su'aal baa todoba waji lagu keeray, todoba waji ayadoo sida suurada laga bedelayo, balse haday noqotana waj kale, mar Cabdi u soo dhiib, mar Geedi u dhiib, mar Jaamac u soo dhiib, mar Cabdullaahi u soo dhiib, nin dan la lama karo meel buu u socdaa. Marka hawsha Sufyaan ath-Thawri ku u fudo ee wulaya wixii qalbigaada xuqaba naftadu ay ka yardidaba aad ku niyad ku qalbi degi weydaba iskaga fogow, waa mid annaga noogu culusba ee dadka ahlu adduunyada laga dhaqaajin laayay. Wadaadana waxay dhahaan warcu waxa weeye tarku kulli shubhatin, wax walbo ka dheegala tarku kulli shubhatin wa tarki ma la yacniik, wa tarku ma la yacniik, wax walbo ka dheegaloon si fiican kugu cadaane waa iska cadaay shay xaalnimadkiisa kuwa cad beer aad u aad leedahay ka soo qoday, ka soo goosatay, adaa kibiisaystay, waa adhigaadi geelada xalaasha ay dhaxashay, ama adugu aad shaqaysatay meel xaalad ka keentay, waxaa la ku cad weey xaraamna way cadda khamra iyo bakhti iyo dhiig iyo waxaas waa cad yahay. Midna waxa weeye waa laba aflaynaysa, ma xalaal ba ma xaraam ba, ma xalaal ba ma xaraam ba aad ku haysa. Haddaadna caalimato diinka yaqaana masalada aan ku cadaanay inay xalaal tahay inay xaraan tahay cadaan weydo, waad ku jitaadaysaa dadaal dheeraada iyo baaritaan baad samayn, kutubtaad rogi, kitaabka Ilaahay baad fiirino, sunnadaad dabageli, qiyaaskii saxiixaabaad isticmaali, asalafu saalix fiqigoodu baad kaalmaysane, waad fiirino, go'aan baad ka gaadhi. Markaad go'aanka gaadha, haddaad ku qalbi degto waad yeelaysaa, haddaad ku qalbi degi weydo waad ka leexanaysaa. Laana alijtihaada يعتمد على طمأنينة النفس عند الفقهاء. حتى أنت سؤالي ويدسانو أن كوفتو ود مثلا دين كيجي على كعبسي وكوكل صونتاي حق أن أتكوكل بدقي ويدو كوما بنانا فتو دينات قضات ما باش وقلد عالما تلقى الله سالما ما عبك مجرى مركان أو كوفتو ودي مثلا كوشيغو هدي نيادة كودقي ويدو ma ku banaan inaad cuskato. Hadduu ninku caalim yahay waa sidaa caamay baa tahay soomaa aan aqoonin, su-aasha nin caalim ah oo diinkiisa iyo cabsidiisa aad ku kalsooni qabto weydii. Haddaad caalim tahayna baaro labadiinuba go'aanka idiin soo baxay haddaad ku qalbi dega weydaan ma banaan inaad ku dhaqantaan. Waa in tumaaniyatu nafsi aad heshaa. Haddii kale waracnima meeshi ma taallo shubhaad ku dhaqmaysaa. Okay, nabigu ku yidhi ya aba hurayra kun warican takun acbada annaas, xalaal miirad noqo, cibaado ma rabtaha xalaal xalaal miiro, salaad badan, soom badan, qur'aan akhris badan, salaatulil fara badan, waxaa ka khayr badan koobkaad cabaysid ka banaysood isku hubsato wuxuu yahay. Waxaad calfanayso ama aad xidhanayso ama aad ku dhaqmi ood isku hubsato maxalaal ba mise waa xaaraan. Bakaaraha gala hawshu maaha, iyo isliig gala iyo gaaris la isku dhaqaaqa hawshu maaha. Iyo meeshan biyo cabaal baa ku jira. Nin baa waa dhowd ii yimid Soomaaliya, dhallinyara waliba nin iska daayara. Shaqaan bilaabay buu 2009-kii. Haddaan rabaa wixii dhan inaan ka noqdo. Hawl buu ka shaqaynayay. Qaad iyo sigaar buu ka shaqaynayay. Hanti badan baan ka sameeyey buu marka inaan hadda wixii dhan ka toobadkiyo Ilaahay u noqdaan rabaa sheekhu ila tali. Waxaan markaad bilaabaysa ma ogeyd warka hawshan ka jira, waan ogaa buu, laakiin shiid baa la ahaa, shaqo kalena ma jirin. Haddaan rabaa wixii dhan inaan saxo wadaad oo ka tali, deedun ka taliya degeedii taallahay amin waa unta shan si baan ku dhammayn. Kas baa loo sameynayo loo gelayaa
hadhowbaawaan ka toobadkeenaya. Hadde intaad ku jirta baasha haddiiba qalab lagaa siiyo soo mushkilo ma aha. Naftan waa ammaano, xilli bixi war looma haye, xalaal miirad. Xafiis weyn buu fadhiya, wax walbuu qulbi, ummadda xaqeeda buu dulmi, wuu dhici, wax walbuu samayni, wuu kaa salaad badan yahay, safkor uu ku jiraa, wuu kaa qunacsan badan yahay, sanadka dhowr qorbu cumraysanaya, intaas wuxuu moodayaa inuu kaaga fiican yahay. Maxaa xalaala maxaaraam ma yaqaan inuu qabanaya ummadda oo dhan, caamadii, masaakiinta, haweenkii, agoonleydii iyo goro meeshaas ku gacan galeen, shilimahay soo urursadeen. Iska ilaaliyo xaqunnaas, wax u dhigma ma jiro, xalaal miirad cibaado ka weyn ma jirto. Safkoor ummadda lagu ciriiriyo farahan la kala xada ka warrama. Dhaqanka isliib uu ku badan yahay, ganacsada reeneeruu ku badan yahay, iska ilaaliyo. Wax badan baan ogahay, waxaa la yidhi waayeel iyo umulisaba se waxay og yihiin oo ma sheegaan. Dhallinyaraati idinku howlaha Ilaahay ka badbaadiya ilaaliya. Xalaal miiradku wax u dhigma ma jiro. Dadka in la khaa'imo oo la dhaco oo la farsameeyo, indhaha la qabto oo loo injineernimo sameeyo, waxay noqotay baryahan xariifnimo, reer magaalnimo, akhyaarnimo, baba isu bedeshayba. Saara almacruufu munkaran walmunkaru macruufan. Xaqu nnaas waa khatar. Qaala allahu tabaaraka wa tacaala, rabbi wuxuu yidhi, watxsabuunahu, waxaad u malaynaysaan, hayinan, shay fudud, hooyadan caaisho wax laga sheego ama xumaanayn lahayn lagu sheego ama la fidiyo ama laga qaato, laga qayb qaato, la bunbuniyo, hayinan, shay fudud baad moodaysaan, wahuwa cinda allahi cadiim, alla agtiina waa ku wan yahay shayga asaga. Sheekh wuxuu usoo qaatay aayaddu ha ku soo dugto maxal khaasa, laakiin dembi kastaba marka loo eego allah subxaanahu wa tacaala aad caasinaysa marka la firiyo waa wan yahay. Waa meesha oran jirna jamaaca min asalaf, dunuubtu wax yar ma laha, dunuubtu sakaa'ir ma laha, meesha oran jireen wey. Waa meesha jamaaca min asalaf oran jireen, dunuubtu marka loo eego ilaahaad caasinayso dembi yar maba jiraba. Jamiicu dhunub waa kabaa'ir bay dhihi jireen. Sababku waa maxay? Allaha aad caasinayso, id xadhigiisa goynayso, ee dembiga yar aad ku caasiday marka la fiiriyo, idan waa shay weyn. Hadda madaxweynaha haddaad khalad yar ka gashay iyo haddaad khalad weyn ka gasho, maxay usuus mid maaha? Halis wey, xabsi baad ku uraysaa ama lagu diliba. Laakiin Ilaahay sidaa waa ka naxariis badan yahay. Dunuubtu marka la isu eego ayada la isbarbar dhigo, dunuubtu marka la isu eego oo ayada la isbarbar dhigo, bay kala weyntahay, kala badan tahay, kala culus tahay. Laakiin alla xaggiisa marka la eego, alla weyna boqorkii caadilka ee ku abuuray ee ku naxariistay baad yad ku xadgudbaysa. Wa qaala tacaala, rabbiga wuxuu yihi, inna rabbaka, rabbiga labil mirsaadi, cimil qalbu ku sugan. Ilaahay waa eegahayaa, waa dhowrahayaa, ishuu ku hayaa, wax ka qarsoon ma jiro, aduna meeshaad wax qasaysa. Bini aadan iska qari, habeen weeye, meeshan la gal, xagga la mar, Ilaahay waa ku jeedaa. Mar hadday sidaa tahay, hala xalaal miirto weeye, wax xalaal ah oo rabbi eegmadu ku eegaya uu rabbi raalli ka yahay, rabbina ka caroonaynin, aduguna hadhow inaad khajisho aan keenaynin, la ima wey. Waxaan kusoo maray baabkii shanaad baan aayadda kusoo maray. Wa can Nucman Bashir radiyallahu tacaala canhu qaala, samictu rasuulah sal alay wasalam yaquul, rasuulkii ilaah baa maqay, ina alxalaala bayn, xadiidkaani waxaa loo yaqaanaa thuluthu lislaam. Jamaaca min asalaf waxay yidhahaan xadiidkaani waa min usuul lislaam, min qawaacid lislaam. Laba xadiis oo kale iyo asaga haddii la isku daray dhaheen, diinta islaamka wax ka maqama ma jiro. Xadiidkii aad taqaaneen ee xadiidu zuhdi, izhad maa cinda annaas, iyo izhad fi dunya, xadiidkaad garanaysaan, iyo xadiidkii xasan cali, dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka, oo gaadhi doon, iyo xadiidkan wadaaddii saasay u xisaabiyeen. Nimanna way cagsan, waxay dhaheen xadiidu cumar, inama alacmaalu binniyaat, iyo xadiidkii dac maa yariibuka, iyo xadiidkan saddexdaa wey wadaxaym waa rubucu lislaamu. Xadiid afraad lagu daro xadiidkaad garanaysaan aas muxuu ahaa, laa yumnu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi inama alacmaalu binniyaat min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacnihi. Cafwan, daac maa yaribuka maaha waxaan rabo, xadiidka xasan waxaan rabay min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacnihi, iyo xadiidka Nucmaan, iyo xadiidka cumar inama alacmaalu binniyaat, iyo xadiidkii laa yumnu axadukum, afartaasay dhan waa rubucu lislaam.
mid walba goonidiisa xadiid aad u qiimo badan wey xadiidka ugu caansan ee usuulul xalaali wal xaraam iyo shubahaadka kuu cadeeyey iyo manzilatul warac iyo maqaamul xalaali wal xaraam waa xadiidkan maanta aad haysaan 40 kaad ku baratay nabigu wuxuu yidhi ina alxalaala shayga xalaasha bayuna waa cad yahay xalaal iftiin baa la qashadii soomaalida wey bannaankay taalla waad kala garanaysaan caqligiina iyo cilmigiina yarka iyo maskaxdiina iyo damiirka iimaane idinku jiraad ku garanaysaan iska caddahay ina alxalaala bayuna xalaashu way cad oo waadix wey ma khaldanto ma gadmato wa ina alxaraama xaraamtuna bayuna waa cad oo ma gadmato waa shayga ilaahay ku xalaalaya binasin qaaticin iyo shugur rabbi ku xarima binasin qaaticin ee sunaduna cadaysay muslimiintu ku ijmaaceen waa war iska cad wa baynahuma xalaashi cadayd iyo xaraamta cadayd waxaa u dhexeeya mushtabahaatun mutashaabihaatun riwaayad jira wey mushtabahaatun kuwa dhexgala gadmada maxaal baad raacisaa maxaaraan baad raacisaa baa ku qaban markaad fiiriso laa yaclamuhunna kahiiru min annaas shubahaadka mutashaabihaadkaasi meeshii la raacin lahaa iyo xukumkeedii ma xalaal baa ma xaraam baa dad badan garan mahayaan waa caamada badankeed iyo talabatul cilmiga weli aan wax u kala caddaanin laakiin caalimkan xirirka faqiiha uu garanayo xukumkeedii wey laanno shaygu qiyaasul ashbaah baa jira shaygu hadduu mutaradid bayna aslayn noqdo meeshuu badan yahay baa la raaciyaa dhanku u dhow yahay baa loo riixaa haddii kugu caddaan waayo waa laga tawaqufaa qawaacid bay leedahay laakiin dad baa ku aan garanayni wa laa yaclamuhunna garan mahayo xukumkeeda kahiiru min annaasi in badan oo dadka ka mid a naba loo maxaa la sameyn hadday dacaama loo badan yahay aan wixii caddaan waayo dad badan aysan garanayn maxaa xala nabigu qaacidatu shubahaat baa leedaha qaacidatu atawaruc fi shubahaat waata faman ittalaqa shubahaati kuwa isdhehgalay ama aan maldahan amaan xukunkooda caddayn ruuxii ka fogaadee ka dhowrsada istabraa wuxuu ilaashaday lidiini diinkiisiba u meeldayay wa cirdii sharaftiisi magaciisi iyo diinkiisiba waa ilaashaday saxaro qor dhir baa laiskaga tiraa iyo iftiin xaal baa la qashaa waa qaacidan ay ku dhisantahay afka soomaaliyeed inta wax ku soo gaala iskaga fogowba iskaga fogow nabigu wuxuu wama waqaca ruuxii ku dhacay ee ka waaban waayo fi shubahaat shubahaatkii waa maxay waa mutashaabihaatkii waxyaabaan caddayn xalaalnimadkoo xaraannimadkooda ku dhaca ee waa xalaal iska dheh isaa ku gala waqaca fil xaraami xaraamti caddayd buu ku dhacay waaga dambe wadiiqaha yar wadada weyn buu kugu ridaa maxay dheheen reer muqdisho luqluqmarow laasim laamigu imahaa bay dheheen laamigu imahaas laamigkiisoo istaaga wey ninka shubahaadkaasi shaqo ka dhigta maalinka dambe khamradu dhuuqayo fuudahaya ninka shubahaadka ka fogaan waayo ribada caddayd buu u dhigan marka dambe bakhtiga caddaa buu cunayaa maxaa yeelay danqashada imaad baa kaa dhiman imaankaadii baa daxalaysani wuu daciifi dididdu uu xaaraanta ka didahay baa yaraani maxaa soo dilay oo bakhtiyo dhimbishii kaa bakhtiyey shubahaadka aad ku dhaqmaysay shubahaadku dhaawac wuxuu ku geysanaya waaga dambe aad ku dardarto derbiyadii waaweynaa ee xaaraanta aad ku dardarto baad ku dhacaysaa nabigu tusaaluu ina siiyey karaaci xoolo jiroo kale weeyey yarcaa ku racaya maqashii iyo xoolihii adhigu waday xawl ximaa seerihii agagaarkiisii seerihii iyo oodi la dhigay buu xoolihii agtooda ku raacay adhigi iyo maqashii waxaad waday iyo xoolihii irmaankaa baad beer nin u xiran oo derbi weyn leos uu ooday baad agtiisa yaad ku wareejisay xag kale wareeg xag kale wareeg aroortii ilaa galabti yuushiku ninkaa wuxuu mudan yahay ama waxaa dhow ama waxaa dhici karta an yartaca fiihi inuu ximihii seerihii daaqaba marka dambe meel unbintu ooda iska qaaday yu dhio cidna kuma aragtay bal ku sii daa xoolaha oo ku sii daynaya ama iyagaaba u dhiciba sidaasoo kale wey ninkii marka shubahaadka ku wareegaysta ee ku dhaca wuxuu ku ag wareegaysanaya waa xaaraanta weyneyd idan shubahaadku waa derbigii xaaraanta derbigaa ka fogow iskaga carar alaa wa ina likulli malikin boqor kasta wuxuu leeyahay ximan seere iyo xuduud buu leeyahay u dhigtay alaa wa ina xima allah ilaahay xuduudii u dhigtay iyo seeriisu waxaa weeye maxaarim wuxuu idinka reebay oo u xarimay ilaahay ka fogaada xuduuddiisa wey bannaanka ka mar xalaasha cad ku dhaqma alaa wa ina fil jasadi jirka waxaa ku jira mudqatan cad hiliba goosin hiliba oo yaron badnay waa qalbiga wadnaha waxaa u taqaanaan idinku
إذا صلحت هذه وناكسناته صلحتنا والله آخر يالله إن لقد لكرب والله لغوي إذا صلحت هذه صوبته إذو هقاقته صلح الجسد كله شركو دنبه هقاقي هذا إذو وناكسناته شركو دنبه هقاقي معايا إلي نبو حنوشي قلبي ويوضنه وبقر كي حبنها بقر هدو هقاقان ورعية شعب كوا هقاقان ومسألة أرتين وذا دو هذا قد قال لمن يكه الله نأه إن نظام كسياسي قال لها قاتيو مسلمين النظام كسياسي قد دوها قاقو كل وها قاقيا كيها قاقي وياينا نظام كسياسي قال في عناب كعب صنيع بقول هذا إن هذا الدين كهيستة إسلام كشيك تهدين وها قاقان في عنادان والدين كرب جي والسنة دي كتاب رب كذا شيئان وبخاري مسلم تليان يصي كتاب الله كل جن حاضر نقيس السلفيين بنقيس كل من سنين يسلم من نقنيسه من إله الدرت وأن غضائيه من دولة كعب صدا هل هو بوي كي سيدنا أبو بكر لو يدي اللي يلي قواد أحمد سيد في صحيح البخاري دين تن معان يا نظام كان معان انت نو سويتشير هيا بيتشير ويقولي انت أئمة دين أي توصنت هاي ما استقامت لكم أئمتكم في صحيح البخاري واتقرنيسه دين تن معان وحال هاي سنة إنسان أنت نظام كإدين تليا أو إدين توسنيا ما لكم هاللابو هذين وذا دوم زايد كدين ناهيان ويا حبيب طار وبعض اللعية قولك أبري وحبطر ما هي وإن كتابك الرب جاي أود أي أطه إلى سال ربا قلبي جو نه نوح حكومة شرك قرن بحكومة وبقر بقر كامش كتر هدوها جاجو حبنه كلو هجاجي أسرع أمرية صدرت واجب برينا وحوله حبنه وحكم مجن قالن وحي إهبيان وداريان وضنا ورنوا إلى كعبس ورنا آفين هذا توسنا توان توسي إن هذا لو قالوا عطنا وان قالوا عزمنا إلى إنه كعبس ما هي أسرع حكومة أسرع درية سوى هذا دنتنا بسوي حبنه وارد مريان أيضا السدات هاي وقلبه مسؤولية دلية هذانا حبنه أسرع واي ساميان ويسكو حرين ودشقين با كرد حيث صادرت الدم بيغا كرد أفي أدين كرد وحصامين يا قلبك ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت هديها اللوضنة فسد الجسد كله شركو رنبها اللابي ألا وهي القلب ووضنها ونهنا واتقنا مشو كيا الله القاسو كيا الله رنك بديح القاسو كيا الله عقل ونأسو كجرة سيد الراجحة نما برا عقله ومسكح له كجرة الكاد ضمبو كجرة محاكين أي الكاد يبرل وقول في طيدة إن العقل هو تجي يا جرات كي مسكح له تجيش تاو حكوتو سيسا جرشد يا جرات كي إني مدح أقول نحفر دي يقولي بقية الضمبة ودو حدا ما يا هل كانوا كجرة أي مسكح ذي عقله هو وضع شقيا شيء هنا أسوق النبر لجارسين أيه حبنا الله شقيا دي بلوج يسوق كتير كرا هذا عذا أي دعاء حيث لو جواد باتبان كيني كرا، ونمنا عين قلبنا عين مسكحنا عين با شركوا دمانية، ومسكحوا دمانية سو قلب ونهو دمانية. مرجع قرآن كحوت المام عقل ونو كيا كجرو هلكان. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ما قال حقيقة يا الله. ما شاء الله شيء قد جاها عقل حقيقة يا الله. عقل وحكو جرى قلبك لا شيء وضنها لمن كان له قلب او القى السمع هو شهيد ان هذا لذكرى لمن كان له قلب مخ والدماغ لما دين محل لا يدي قلب بل لا يدي مركه غرشد فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور راي الشافعيه ايو جمهور العلم هو عقل وضن وهذا ودن الدراسه يقول لي جرم لا سمي وايدين شيغي إن كتاب القرآن كسر لابته، ويقول حوذي ترين مسكح ذو عقلك ويا الله قرآنك بين بوشيعي، هم مراكن رجل وحاس حوذي ترين هذا ده حرام حكم جرار، إذا كيد نسرعيني، هم عقله هالكون كجرا، كوني أفر بقول سنة قرب الله نوشي قال يقول القرآن بكيال، إكو واقو إسلام هذا، عد كاسي ماشي كجرا نبي عد كما الله يحاول عافمات كي سنختريت. يدي قصور شباي سوق قيبين هاي حيدو سوق قلي علابتا نبي حكا الله إياه عافمات كدينات بك الله يا معاصدا إن لقى إلى ليه أيو معاصده كحن وصلا وكل أنت وحكون ولا هذا ضاعات كي خير كون ولا هذا لا أنتس حل الدين شيء
متفق عليه ورواياه ووري البخاري ومسلم وجد من طرق دور طريق كوريان وبالفاظ متقاربه ويرى اسكو دوي كوريان لكن معناه هو اسكو مد اذا شبهات كولا اسكا الاليه واصل الدين محايا لحارانتي بيكو جينيسا اصل من اصول الدين وي هذا اسكا الى حارانتي شبهات كادا كفوغا ان حارانتي با دبالا واجدا بواد بنايسا استحلال با ايمان كبري يا غلبو يا متابعه الهوى يا ايمانيس هذا مركب بحال بدل حولات نقونيس يا ضميرو نقونيس وعن انس بن رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجد وحول النبي تمرة حبت تمر وهلي في الطريق ودود سلوك هلي فقال صبنا وحول وفرس النبي تورع عيسي ورع نمت كيسا لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه اللي اكلتها نبي وحول لولا اني اخاف هذا انا كعب سنين ان تكون اني تحبت ان تمرت من الصدقه الزكو واجبة أما الصدق مسلم الله بحيانه وصناء لا أكلته وأنعمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مجرد الاحتمال بوقتك مجرد الاحتمال وفرزت حبت تمرا من هذا يكون عضوك قاده إن لا يهدي واجب معها وحيوها مستحقرات كا إذا تكو إيسان دوروف فينا تكاد عضان ورا وحبت تمر تيد ما قان وقسس عونية طماشي هذا تكاد عضو وقت انتلا بدكو بحين هذين تيد طبعاً شين هذا هذا كارد على وقت كبحين ميسي وافيرين قالوا وير فير وات كده تريسة كواسو قال لما يا هذه لما بافيو لما تم بكارد عادي هذي لكن حلو شيء ده أتى ودع كرتينات أي لما تم هو إنت سوما سيد جود بنو قال لنا وحبا يرك تمر تكره يقال إن كارد عايو حبت تم إيه طبعاً شين إيو عند أهل العلم لغة لما اعتباريو لما نيا هذيو تنو كلام ركاد إنه ونبي محد إننا هين ونسك قالنا وكتورينا هاي لي ننكي لها انا قد انا كسو نقن ماي انا انا ويا هدينا واجب معها طيب هذيس واجب هين لا يهديو بل سنة هين لا وحنا عسى لا يهديو حدنا ان صدقه سنه واجب معها نروح كلا سي وحي بنان ان ان جوزك كتورو نبي الا اكلتها لعرفتها النبي وما دين الا اكلتها لكن حكم بقى بقى كليه احتمال إن اللقطاتها أما بعدها النبي قوم الدين معود دي أما الصدقاتها صدق واحتمال ولا سوى عدم الصدقة أصل وحوي إني سنتمرت أنا هين صدقة أي سنهين وملك الروح هيدا يكد عضي لكن ما دام عيد عكرتو إن يتهاي صدقة أما الزكاة النبي قلنا لقى حرمي الزكاة هي الصدقة سوى قتري مجرد الاحتمال تورعوا بس دابا أقول لكن شيء ليه هو حاران أو أدي لبدن لو كان سنوي وإذا دنا حقوق وجعبوريين أيا نفطك على قبح حيس أو كده قلنا وليبه وحال رواه ما يخيب الصوغ عشان الله قتكتو حولا ما يحارين هذا وقف قاتو جماعة من السلف شو ذكروا كم يبين يقول صعود اللغين هي يي مقدنا تاي يفتين ملك أركين ورفتين كاس يضرب كاش دنيا أسكلي نور كبح يوعد وانين كيبلها بوليس كي الدولة وشقيني حقا إنه كحية بوري افتين كيس إنان وضد كوأرق نواح حرام بوري ضب كل شيء افتين كسر بعي ها إنان وضد كون ورسون إنه كسر عن حرام وهي هو تكين اللي حين مجد إن مري لماذا نكوا نم بوليس شرطي بوليس محاكم برا حول حرام حق الناس ظلمي ضب كل شيء وام وحابط ظلمي لو كانوا حرانا بيقول بطن تاي شو بها ماشي كجت مكوي يرتاي كيف قوي ولذلك يا جماعة من السلف نينك صرف لها قولوا ودستي أسوء أولي عرطوا دقيهين قرح لقامة هرسن كرهوس كيسا بيا الله أوما لقامة عبي كرو حاجة هدايدا قوات الرب وصوداتو جنجة دي سهو ما هرسن كرتا محايا يلي نين صرف لها دين ربينو كبت بادو ويأذك تاي ماشي شبه كجرتا لا تعامل كودا لا دقن كودا وحكا قاد كودا وحضا دين لقى فقاد اسكي قفقا تادر ربا اسكي بدا وحكا ليه وعين نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الكلابي بعض نسق الانساري بيقريا لكن نكو ريبني كلاب عين نواس بن سمعان الكلابي حليف الانصار عين صلى الله عليه وسلم قال وحول السحابي قاس البر حسن الخلق عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس صحابي وحكشك ويعيدي
hal sano yaanoo muslim ah oo islaamay ayaan dalkii aan ku islaamay iska joogay buur oon hijrada ka baqay inaan hijroodo. Maxaa jira la yidhi haddaan hijro nabiga aan u tagno waxaa mamnuuc naga noqon jirto nabiga inaan su-aalo weydinoon dhibno. Marka inaan taan miyi ka soo tago nabigu u imaado su-aalo weydiisto haddana ka noqdaan jeclaa buur. Haddaan imado nabiga usoo jiroodoon asaga u imaado nabiga axad usoo hiiliyey oo asaga soo doortay oo soo raacay baad noqonaysa. Inaad dhiifiso suubanaha mooye dhibna lagaama ogolo. Dadku waa ka duwananaysa. Muhaajirgu waa ka duwan yahay dadka kale. Haajara ila allahi wa ilaa rasuulihi dheef iyo nacfi unbuu la imanaya inuu nabigu su-aal ku dhibo adduunya amaba diina xataa maysan ogolay. Waagi dambaan soo jiroday buuri maalin markaan umid baan nabiga su-aashan weydiiyey buuri nabiga weydiiyey waxaan idhi nabi allow iga waran biri iyo dambi iga waran baan nabiga weydiiyey. Fuqaa nabi wuxuu yihi calayhi salaam albiru sama ma doonaysaa samafal iyo wanaag iyo taaca ma doonaysaa xusnu lkhuluqi waa dabic wanaag xusnu lkhuluq dabci wanaag wey la dhaqanka ilaahay la dhaqmaysood wanaajiso iyo la dhaqanka basharka iyo khalqigood wanaajiso وإحسان معاملة الله ومعاملة الناس انت وي البر حسن الخلق طبعي وناك وي وذا دوح اسكت هنا جمعيانو أفر شيء بيكسو أروريا الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل والإحسان أفر تاسي وذا دكور حسن الخلق من دون يساو عوي الإنصاف في المعاملة الإنصاف في المعاملة لا دقن كروح لا دقن ميس وتقر صورته وحاجة عشها إنه أذوق لا قابل لا قابل سجود دون تعيشون وكل رقم ولا رقم الإنصاف في المعاملة صغيرا وكبيرا مد اللبات الرفق في المجادلة ضاد ضود إن رح مرتود حقوق حسكو قباتان قبل نمو وهذا باش الضبط قالك نفط الإسكيغ قاضة هي إنها العدين هي اللي يسكون عا هي لما أقول الرفق في المجادلة الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة مد صدحات العدو في الأحكام حكم هذا تريد يسوء أما الحكم قادر يسوء قرصوري عدالة إيه حاشا إسكي إلالي تأفراد البدل والإحسان واحد بحين تضغط وحترته قل حود إن محاوي يضابطك حسن الخلق وما أها أفرطت شيكتين ويككو بنتاي وطلاقة الوجه إيه كف الأذى وبدل الندى بدل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه وحدا وجهي هذا فران وي كو ummada u muusootood weji furan la timaado labo dhibkaadood ka ceshato makhluuqaadka ood wax dhiba u geysanin saddex dheeftaadoo gaadha saddex qodob bay yidhaahdeen xusnu khuluq waa inta dhibkaad ummadda ka dayso dheeftada iyo wanaaggaada iyo waxtarkaaduna ha gaadho wejigana u fur intaas waxaa ka maqan marka kaful adaa waa la ballaadhinaya aladii baa caam ka dhigi وأذية الله ورسوله والمؤمن بس وذا قال ليس بدل ندى أنا وحبحين ورنا مدي واجب كي تيسو نضع هيد ويحرم بميشو كتشرة وجه غفران دوا وناك سيدنا أنه توحاوي ليس البر قرآن كاكاه الله بر وشيء والبو إلهي كود ويني شيء والبو إلهي كود ويني يا بر إحسانا والإثم الدنبقنا ما حاك في نفسك نفط وحي حقوي وحي نفط الربا دوا نف نول بالغا الله يا او دنقنيسو ايمان لو دمير كو جيرو او وكري تا ادب ستو ان يطلع عليه الناس تكون كو اركان واحد كحشونيس ان لوغو اركو احد الصالحين بو حال يدي اي شيك دم بو حو يدي تيركي اد كدلاتاي نمن دقوي او لو حرمي مليين ها نمن علمود كحشوتن ها شيغا نمن كا هداي كو ارك اني كو اركان ادبسنيسو كفغو بركو شيسا سامعسيا nimanka saalixiinta ee wanaagsan ee duqeyda ama culimada waxa aad ka sariigan ed ka cabsan inay kugu arkaan ama kugu ogaadaan oo dhan ka fogow ilaahay baan la iyaga ka weyne allah mudan in laga xishoode nabigu wuxuu yidhi maa xaaka fii nafsika naftada wixii xuqa ama dhiba uwa kariita aad dhibsatood ka hooto an yatalica annaasu dadku inay qoraansa ama arkaan calayhi dushiisa kugu arkaan رواه مسلم حاكم يدون بالحاء المهملة والكاف وحور أي تردد فيه وحي لا تقول كبل تنتو ما حلال با ما حرام با أم حيه أم صحمين ما وناك سنيا ما في عيها وحاصل إسكغفقو والحديث على أسلي بين علمات أو نفط لقاه الله أيو ونفط مؤمنة صالحة
ee xumaha iyo samaha kala garanaysa, nafta ay bedelantay fitradeedii iyo caqligeedii iyo maankeedii bahalowday ee mooryaanowday jirda noqotay, haddii xumahaaba wanaag u ah, wanaaguna xumaan buu waxay ka sa dhigan ma jirto. Qoliyo mooryaanta soomaalida intay wada dhigteen isbarasoo ladikama sheekaynin, markii loogadoo laga leexday oo wadada laga cararay, habeenka dambe gabalka magu dhacay suuca ku qabteen, waa niman qur-aanka yaqaana, waa subcinayaan suuc bay meesha ku qabteen. Dadkii socotada ahaa ee wadada mara waxaa wadada mooryaanta way ka guuraan, caawa wadadaba ku subcinayaba. Markii la yimid yaa hareeraha ka mareen, wixii subcinayay waa mooryaanta. Isbaare ay Soomaali dhigatay oo dadka lagu baadho, gabadhida lagu dhacay, waxaa lagu qoray waan ixkum baynu bimaa anzala allah, boodhka ku qoran baa ah, wman lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaaikum lkaafiruun. Anugu ma arag, laakiin ninkii arkay oo aad u korsoon iga sheekay ee tuulada hawsha ay ka dhacday weliba ka soo jeeday, oona saaxiibinaad Mareykan baan ku ogahay, baa iga sheekeeyey. Yacni dadku hadday bahaloobaan maxaa ka tagahaya? Dareenka iyo didmado dhan baa ka tagaysa. Wacan waabisata bnu macbad aljuhani qaala, wuxuu ihi saxaabiga, ataytu rasuulallah rasuulka baan umay sal alay slam, faqaala nabi wuxuu ihi ji'ta tas'alu can albirri. Qiso dheer bay leedahay mucjiza ku jirto. Wuxuu ihi nabi maxamed baa alayhi salam meel dheer oga imid, waan soo safray inaan su'aal soo weydiiyey keliya. Saan usoo socday baa nabi maxamed masaajidka dhex fadhiya, saxaabadiisana ku hareeraysan yihiin, asna dhinac uu ka fadhiyaan. Yaan soo dul istaagay, waan soo dhowaaday, markaan dhexda marahaya la yidhi waxgeed noo jiraysa fadhiiso. Saxaabadii fadhiiso, nabigaan u socdaa, nabiga hadda uu ku dhow yahay fadhiisa, laakiin nabigu wuxuu sii daayay uu soo dhowaaday. Nabigaan u dhowaaday ilaa jilbahaygii jibis qabteen baan nabigu u dhowaaday buu. Markaasuu nabigu wuxuu yidhi, waxaa u timi anaa kuu sheega, masaada ii sheegi, waxaa usoo safartay ma anaa kuu sheega, mise adaa ii sheegaya? Waabisow, wuxuu nabi allow ii sheeg, adoo ii sheeg adaa iga fiicane. Wuxuu nabigu yidhi, waxaa u timid inaad weydiiso maa huwa albiru wamaa huwa alithmu, maxaa dembi ah maxaa allow dhowaasho oo wanaag ah, xumi iyo same inaan kuu kala saaraad u timid, soo fadhiiso. Wuxuu nabi allow, wallahi intaan baan usoo safray, yaa kuu sheegay, ka soco allow cidda ii sheegta, kama gelli su-aashada soo xadiiku sidaasoo ahaa, qisadaasoo ku yimid. Nabi wuxuu rajii tawaatimid tas'alu can albirri, samaha inaad weydiisad u timid ama aad dalbaysaad raadinaysa. Qultu waxaan ihi nacam, haa nabi allow, same iyo wanaag inaan ku weydiiyo wuxuu yahay, ayaan u imid. Faqaal nabi wuxuu ihi istafti qalbaka, qalbigaa su-aal weydii. Al-istifta asalkiisu waa talabu lbayaan, walfatwa waa bayaan lxukmi. Qalbigaada wax ka cadaysa wey marka, istafti qalbaka, qalbigaada isaga su-aasha weydio wax ka cadaysa, isaga ku cadaynaya waa beerkaada, wadnahaada wey, laabtaada. Albiru samuhu waxaa wey madma'annat ilayhi nafsu, waxay naftu ku xasisho ku degto. Wadma'anna ilayhi u janjeersado uu ku dego alqalbu wadnuhuna. Riwaaya kale, albiru man sharaxa lahu sadruka, albiru man sharaxa lahu sadruka, birugu iyo samuhu waxa qalbigaadu ay waasac ku noqoto, ku degto. Walithu maa xaaka fii sadrika wain aftaaka annaasu canhu, walithmu dembiguna waa maa xaaka wixii xoqeed dhiba weeye ku noqnoqda fi nafsi. Hadda kaba soo qaad, tala yar baa la sheegay, nin baa tala soo tuuri, nin baa ra'yi keenay, waa iska sugi. Aaraadii la sheegay ee la wadaagahayee la isdhaafsanayay, mid baa durba laabta u degdegaya, kan baakanaad wadla soo boodi, maxaad ugalasoo qalbigaa durba ku degaya. Saa ku dhihi warka uu ninkaa sheegay ka ugu fiican wey, warna maanta dhan kugu socon mahay ilaa galabta haddii la wado waa iska dhegaysa, ihiin baad iskala yaadawadi. Qalbigu wax badan buu kuu kala saaraya, waa miisaan ilaahay na siiyey. Injiinka haddii lagu ciyaaro ninku kharibtaan buu aafo noqon mooyeede, intuu fayow yahay wax badan buu saxaaya. Walithmu dambigura maa xaaka fi nafsi, nafta wixii xoqo weye dhiba, wa taradada kula laabta fisadri, kula laabta ku noqnoqda fisadri, laabta ku noqnoqda ood soo celiso, ku degi maysid. Toban wadaad baad mari, toban baad wad waanta dhowaad raadi nafta kaa bixi. Wain aftaaka annaasu, dadkaaba kuu fado inuu bannaan yahay oo fiican yahay, wa aftuukaaba kugu celceliyeen wey, saddex gurbanaba ku celceliyeen. Marka waxaa weeye dadkaaba kuu fatwooday inuu bannaan yahay, inuu fiican yahay, lagu celceshee, haddiiba laabtaadu ka soo boodo oo qalbigaadu diido, waa dembi iskaga fogow.
نبي وراء وحكم الحلال وبينه والحرام بينه وبينهما أمور مشتبهات هذا نمحل قويري والقلب قاعد الله تشو وحن هذا قلب هذا كدقي وايو وادم بيكفرو وهذا هذا دون حكوبة نيانة هذا اسك عار لابد من طمأنينة القلب علم الله عز وجل اجتهادي باريان رأي بيكي المانت هذا نبريه كله سعين رأي كله بالكذب هذا رأي كله هل محل مسألة جايب إن شنقة والكيشة صار قوام معي مركب روب بارسوا وذي مد بكو قلب الدقي وهذا باريتان لابد بكل لابتي هاو شهور كو قلب تسكال أم قنيز عقل سوكر علم سوكر دي مسائل كر دي ومركب داعي نمجر تأيسن أهين بقرأ ليس إيو طلب الرخص أيسن أهين ومركب دواء وفتنة في الدين وإياك والتلون في الدين تيسلب كل يجري ومدى يدا حديث حسن وحديث حسن ورواه أحمد والدارمي في مسنديهما أبو محمد الدارمي أبو عبد الله الدارمي عبد الله أحمد حنبل باوري وحديث مركوا تقان حديث 40 تقان هو قلبي إن وحبا الله تجدا وحياه إذا عدن إسكجف هذا وذات با وحيري وحبا إذن تري ميسو إلهي بعلام الغيوبة اللطيف الخبير وكأجيا قلبي هذا إنه ديني أو شيء هذا أو تكسر شريس أو شيء وحبا با كحرة هوريه التورع يا ورع سعودي عن ابي سروعه بكسر السين المهمله وفتحها ابي سروعه صحابي لورنجري سينك هوس دغيسان بو شقوري ان دبيع دلهين وان لا كور دبي كرا سروعه يا سروعه بو لورن كرا عقبه بن حارث القرشي صحابي انه تزوج انه غورسدي بو شيغي ابنه قبر بو غورسدي لابي ايهاب ابن عزيز التميمي وذات كاس مركب السروعة يوحو قرصدي قبر ابنة لأبي إيهاب مقعدة غنية الليلة هذا رواية كلا عدي يحدي كولاي مقعدة غنية قبر لورنجري كن يدن أم يحيى الليلة هذا قبر أو قرصدي أبيه يدن أبي إيهاب الورج من عزيز التميمي وربن التميم بيأهيد إذن ما أنتو كلو قرصدي عاو الله أقل قلي واقي كبري يهوين يسوك الله ضيبا سعطوات وركا روس كاين بريد للمودهي يا ابو سعطبه فاتت وحاوت من امراه هويني باوتمد ارورتي واحد روايدي ما نكو غورسد واه كبريوي هويني باوتمد امراه سوداء في روايه كبد مدو دكي من مدو ادمها اي جوغه اما احرارتها اي جوغه مكه ان عربت اهي ايا اوتمد فقال وحيت لهويني مدوبي اني قد ارضعت عقبه والتي قد تزوج بها بجري أنا عقبة يمد أوجورسده حاله ولا أقل قلة أرازي أنا نوتشيت روا ولا لا يجري ناس كي ودا نوجين بلايك كعدي إني أنا وقد أرضعت ونوتشي عقبة حارثة القرشي هي والتي هواني إذا قد تزوج بها وشل مير سدي حاله لا أقل قلة أنا لابد وأنا نوتشيت وهو العلوس فقال لها عقبة وحكيري ما أعلم موجي أنك أذوق أرضعتني إنه جسي ما أقول برتقو أنا إنه جسي ما أقول ورا ما هيو ولا أخبرتني حقا إن إمادة شيئين بور أنت أن لا كأضيب أنا إمادة شيئ ولي جبنا كنو شيء هو يوم كوي إمادة دين أنا هو ما أقول وملك لك ما أقول عنن أدون إمادة شيئين أهل كي جن إمادة شيئين ملك لك ما أقول عنن بور أنت أسمركو جالي ما كوتشوا ما شو خالق وامكو جوارد وارهم مكو إسلام تنو حبان نوتشيلنا وامكيت أصوره وامكو نبي محمد مدين وشرا رواية حديث مركة انتو صندق عقيم بو أفر يندر ريركي قبضو كالعاطي قبض غانية آهي أم يحيى آهي أين أبي إيهاب آهي ابنة أبي إيهاب ابن عزة تميمي ريركي بو أفر يندري وحول أروس كدبا كسو كرهها واربا إلى جوكتو سيدات تريه محاد كو أكتهين فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا بإلى ذي أبو إيهاب ريركي سوحيدة هذين قبضا يضا مئس النوجن إسلام تاني أدو هذا يكون نوتش قش هذا إلى هذه وذات كاب سرعان وحلو يدي هنا نوتش إمادا شيئين تذكر أي شيء كان متر موجي غير كان واسو إنكرين وعيدا قبرنا هوين هذا ما يكون نوتش أنا ورا ماين ما ينسن نوتشين إذن هاوش وقت كاتي سحابي وقوق قلب الدقوة يا مركاوش وإذا نوتشي هو إذا أهاي ولا لا تهين اسمك جيدان يا كلا تقيها برت لا تاقنت نبي محمد بقول صفرين مدينه آذي
ولذلك البخاري في صحيحه وحو باب استحديد كان باب الرحلة في المسألة النازلة مسألة سوكر دي دعضة دعضي إن أدأرراتو أصفرتو علمي قدنا راتتو يوب باب است حديث كان حديث لمدة فركب وحو قادت فولي إلى رسول رسولك لا يبقى قادت فولي وصفر السحابي أبي سروعاها بالمدينة مدينة النبي محمد وشوقه مركب قادت فولي فسألوا النبي سؤال ويدي نبي الله تاصر دعضي والإسلام بنا راسي حول كبح شيء ومير كذب بحيي واجي كبرين بها برسوك الله هذي ولا لا تينا كدقاقة يتشري أهل كيبان ويدي أنو هوني ذا إني ينو جسمه وغير هير كان لقنا وحشة ما تشرو قبضي أهل كيبان كون نقضي أيقون واين كرين نبي الله وإسلام تنسي قد وقدر مركة نبي الله وصاصة الشيكتي وهي كاذب ورسعابي وهي كاذب بين بين الشيكيسة هذه قرائن بين كل شيء توام مقطع سيكون مقطع ولي قال لك ما مقر أيضا له وأكون نجيه وذات كم يسدين قبرنا ما يسكونين لبدي أهل قبره كذا طية كي أهل كرر نكو كذا شيء منا ما أجاهو شيء هذا حساب ثم كساك الله سوى كلا ريد مزوي هذا هو الهرو جت أي تقول له قال لا سيدا ما وذات الله يعني ساس صحابي يقول يا وهي كاذبة بين بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سيد أسي قبيسة قبر ناسي وقد قيل عيوب الليل إنها أختك ويد معنه سيد أسي قبي هديب الله الشيخ إنه ولا شاطعي ده ولا شا حق النقمة ففارق عقبة عقبة قبر فصحي وفري ونكحت وحي قرستي زوجا نمبك غيره وأن عقبة هينو ضريب لأورنج نين ضريب لأورنج ري قرستي رواية كلي كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك كتك فصح مر بها دي الشيكت إن إذن نجزي سكتك ومثلا مشكلة لكن وغاية في التورع والورع ومش قدن بيسي ورع لك جاروي متكين ميالها يوشا يالها سوى البورد على نين صمالي ورقة ميالها صنو دي ما قبرات شعالي دم مدعا سلين تكبر يزود دبتا كريد ولو مهري أرورت الأرز كأيد الله علبت أحرت وقيبي هذا يدقس قصف أنا إذا مجيء وأذو هذا أقين وهرك هذا أيضا فران وقبره أيضا أقين وهرك هذا الضفيران حدي قبري يا وحاتة صور بإثبات هاي سلايا كنت أسكق هذا أرض بالجارس كقال لابو نقولي هذا وأنا كيد يوم كفي عن كقال هذا دم كوتة قرعة دي كلا سكت صحابي قديم كاسك كوك أنت لا نضمير ديني دي إيمان باجلا إيمان بجرا نبي محمد كيف استغفر كيف وقد قيل سيد قبيسة قبرنا هديب الله شيخ إنه ولا شاطاي ولذلك جماعة من السلف كهنشنو ديدي جرين حاس كآد قبطينا ولا شيء جرادو ولا شيء آد جرادو قبر بحال قدر يعني أقوى أدنى أبتران أدير أدير وما دي كرت دو أدير كيدي هسي إنن كيدون نقون هيا سكيلة لي جماعة السلف كهنشنو قبل بوحال قدر يعني أبتي أقول هذا حق أبترك لكن جيان كذا وجيا مركز وحيلة هاي مركز حرمان يسوع أبتيه ممنوع سيد قبل أبتي قبل قبل أبتي بورس رايا يعني كيف وقد قيله إذا هو غاية في التورع محاسب قوام حنا محو حلية هاي الشك في السبب يوجب الشك في المسبب الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط القاعدة الأصولية أصل وامحي هلبها إيو أبضاعدي فروجته أصل دمر إني حاران كايه أصل وامحي دمر إني حاران كايه مير حلال ومحرم إنين لحينين أيا لغو كرسدا أيضا أصل بحاران كاها إلا بالنكاح هديها دانا محرم يدلا الشيغو وحالك شكي سنية هاي صابك كوبا لين لها قبردن قال ماذا إذا إنو أصحي إنك لي الشك في السبب السبب المبيح الشك يبقى لي الشرط يجب على شكي ما الله يلم سلم أهل الشرط هو محاكمة قبرد وإنسا هاي ما حرم قبرد أدقور سنس وحاشد إنه يتهاي أجنبية أن محرم كوة هاي وإنه يجيان كوة هاي ما جيان كابا مسيه وقبر محرم كو أهل أياب الشك قلي مرك الشك في السبب يوجب الشك في المسبب والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط
والأصل عدم تحقق الشرط حتى يثبت ليلة شرط إنه سنجرين بالغ يا أصلا قبلها إنه سنكوب بنانين أو محرم طيبة أصلا إلا حقيقية عدم المحرمية وإن حقيقية هل كاسها وثكة من قرائن تابغين لكن ما شيء يا الله نبي وحبكم أدرسين قرائن تفربون وما حي إنه سنبي سرعة وليقين مقال غير كيسا إسان كوار قبين قبل وليقين مقال غير كيسا إسان كوار قبين يا حلق اللبية قطعي أنت أصبح وشيء ويد ولقيت ما كي أن أروس كده عايم حي أوش أول أولاتي هذا عكرت إني كلا بتباد كأهيد وقبر صالح هذا أهيد هير بيس إني نوادع عكرتها لكن مر به دي الله شيء ووالاش أنا بقيس كيف أقول هذا هو تورع وغاية في التورع هو صار الذين كربا هذه إن هذه أشان وتكذب قدام عيبان بناين حلاش أهين أما شكل قيم إيهاب بكسر الهمزة وين إيهاب الأورنية وعزيز نوى بفتح العين وبزاي المكررة لبزه ولا سوء العلي وعانى الحسن بن علي أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حول السحابي حفظت من رسول الله وحان كقبتون كحفظي دع ما يريبك كفق وحيك شكي قلية دع كديرو وكتك أترك وي ما يريبك وحيك درين قلية وحيك درين سطو إنه حلال يحاران يسكفقو حقيقة آدي أدونك هو بلارين هاي إلى ما لا يريبك وحن كدرين قالني أنشك لهين بنانك إسكت بنانك تقوي مر بنانك مر ما يزوج قد مقبس توي قد مقبس توي إذن وحوي يا رهضة كشك الشيء قال ملا بدم ببنانه وحن هو إسكت الدنيا ما المير بلشوا جاي على فضيله وقنده وقرشي هاي سهلين إن شيء هذا بتوح على كشك يسوي دعك تك ما يريبك وحن كدرين قالية كشك كده يريب إن الآخر في عن ويدا لقدين إذا كم حايدين قرن يريبك رابي يا رابي كلا يدب ملا إلى ما لا يريبك وحن كشكلني راهو الترمذي حقي سأدوي راهو الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث كم حكوسه مر بابكي أفراد بين حكوسه شرحنا معناه وحوي أترك ديرو وكتك ما تشك في أي في حليتي شيء قد كشك سند محلال با إسكت فجو وخذ قادو أت ما لا تشك فيه وحدا كشك سين وحلال يهي وبر حلو وبدين شقيون كن وبدين إلهي نبر وحنا سكعد يرو حديث هورين عن بشير بولا معنا يهي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو وحيد جدي كان أبو بكر الصديق وحوها غلام من أضم بولها أبو بكر الصديق صحابي غيرنا يسال ويلك المسلمين تا غلام كاسو يخرج له أسو صاره الخراج مش قايد بسوي سارجري خراجك أدون أدوه الله ذا وحال الله صور شقي ويا قومك بري دقائق صور شقي وحال صور شقي يسوع بقول كي بكون تنا الله إسكاله بقول كي بكون تنا أنا إسكاله خراج كلا يد هذا سوما يا رجال قليها درا والله ذا قيبة كم يدون قاري يبسن كريم بانين قاري لا أصنام درا والله يا ما شغاله في عن وعلي قاري كحه صور شقي ما نقول صور صاروا إيه كون شيلين كات أما الله بكون ويحكنا الله إسكالي تاشوبها كجرتا وهذا وحرام بيدا وليبا ما صح ولا إيدا ها ويحط صوشا قيس كلابت سدح ميلود ميل أفر ميلود ميل برسنتج بقول ليبا نسبة مئوية لقلنا هي ما تقول هذا صوشا قيس إنسان أول رجل إنسان جام قال الله بكون بس صوشا الله بده أدو إيش إيش يدو أنا جم حاسمي ورفض سما وبابا ظلم وحقك كتيرة مع ونقصن وحد صوشا قيسه أما بلا أنكوك على قوسنه أما يوم مال مال لما أنكوك مال أنكوك أكو حسابتنه لكن وإن ليه هذا بقول لبم ملود مال صدح ملود مال وإن نسبة مئوية لو حسابتهم وحد برسنتج كنت قانا بقول إذا دي كتير لعكتن قوانين روح لغو قوس لغو دكان هايو وحين لما تايدن علومه بيرتي أوكله هبلو بيرتا كشقي أفرتا جبالة رنك هذا ويحكى سبحانه إسكالي شنت الجبالة كان ويحكى سبحانه إسكالي نبي حلوة حارا لماذا ها انت نبي حلوة تانا بعض الله قيابا محاصحة بيرتا كشقي ويحكى سبحانه وانك لقيب سنة إنا هذا يبعضه وهو ذا خساري هذا يبعضنا وحبين وضعه اللي قاليه كشقي بشنكم وحكة أسكادات ترى هذا ويلح مال شنكم بس صوب حاجة ورقاقها يانو يا معاد الشغمان إيه
سيد قوات آمن هاي أبقى آمن متيدي تجور كعيلك على نصر كده كان أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق حوها غلام أضام بوها يخرج له أصوصار الخراج من شقايل أصوصارة وكان أبو بكر وحوها يأكل من خراجه وحو صوصار وحكع من الجري رواية حديثك عضي زي أبو بكر أضام كاس وحو كينو ماني والبويدين جري قبل كمركو دعو وحو كينو انت نضع اسك أبو بكر انت نضع اسك الهي انت هذا قاضي حقيقتك كان تبو ديجي محاكي شقي سمانت وحاي وحسن سو قبطي ساسان قبطي هبل بن قبطي غوري بان دساي دوبان سيل بان شوبي بس وونه جيري الهي امركي قلب كانو الى ابو بكر مركو ان بان تو سؤال ويدي او سسخان او جوابي او وخا لا او كشيكي يو عز يري تنو انت هوره وخا لا اسكا اسكا عم ابو بكر اسيري ارورتا قلب كاسو هافاي انو ويديو وكان ابو بكر هو ياكل من خراجه مش قايدو سوسر وحكعونو جري بعد السؤال بعد السؤال ويدين جري كلما اتى بشيء سال عنه حقيقتك كنتي حقيقتك سو شقيسي بو دحي جري وكين ابو رنج عليه الصلاه والسلام حديث حسن ادومها رج يدمر بحولها ادو درتين الى ادواتان وحي حولها مشى كسو شقيين ها عونينا دبر يرو اسكا جاريات او ادوما او ياسياتك وحدي جرين سو شقي حولها كيرا وقال أما واسك فاسقت مركي وحويده إنه صور اللي ستال لغا يابا وشاحه لكو كنتو سيدك وكنتو إنه وحور مركي كسب قد هلو عقادو حديثك وحكو يمد الضومو جارية هذا هو الدراي بكو يمد لكن هذا وحال معنا وسوق لي والدين تعرض الدرسان يجور بي قلبه الدراية إن ويدينين هين حقيقة كيران وحان إيه اسكبا شوق صنعي اسكبا حجين هاي ما سأولنا وحاب ضطي يربي قلبنا لقى شقيه حرام لقى صار العقدة ملان حلال أهين بأذ أبدان حرام تأذ أقوب بدان لا أضل ما ضح لقى توجان هي برك الوجود هي أمل ديات لما لما رجين هيو ربضة بختك وحاسا كوب بدان مرك والدين وحال لقى ربا هنا السؤال هو شاكك يرى هو حاجة هو حاجة كين حاجة كشقيسة سيد لطيفان اون لدرنسين هاي الهي شق مكوس هوي محاد هالشيء عرفت والله سيري كرام مكتبة حوش اللو غان كرام ايوان لعيبينين حقا ان لدوري انين بال لو غان كرام ماشي هي وحكا كينا كون سوقا كوسي ديسان بالله ميدا ايتون كوسي دين ايسان سؤالا بدن بيو باي وهذا حال ميرانيس هذا لك قال لي ماشي بي عبالي عرب رقبان كرب هي هولي شيء هذا يقول تالا هو شواسكا كرانيسان سومالي ونسنقانا فجاء يوما مال بيمنك أضونك بشيء حول ليمت فأكل منه أبو بكر بوحك عوني انتي سبو حك عوني فقال له الغلام أضونك بوحيدي سؤال شيء إن لما أنت لو يديني بأركاني موقتاي تدري موقتا أبو بكر وما هذا راشين كان أضعنتين ما أنت سوشقي ماشان ككير ما هذا أي حكم وحيا موقتاي بوليس كيف يدي سيقاب كان ككير فقال أبو بكر وحيدي وما هو رمحويا وانكو هفين انكو ويديي وان هفين محويا قال حولي كنت وحانها هذا كور هذا ما حولي هذا كور بان تكهنتو انده سكو قبط اللي انسان انسان بان سكادي وحشك تكهنتو يا تكلفت الكهانة وي انا اقول نم بان اللي وحانا هاي نم وحشك وحدقية عرافة والكاهن في العرف وفي العرف الشرعي وحاوي كل ما يخبر بما يكون من غير دليل شرعي صوغا بوركا احد والبا اوكو الى هذا وحد دعها يا ما يمن دوران شيغه كشكينيا اسن وخ دغيلو شرعي هيسن نبا كاهينا هدا كوربا مركي وحوري قوليان وحي ويدي انت امودين ان وخ شيغ اهي فلفلو يا فاليه ان انت امودين يعني داس كو قبتي بر مر اقون باش ويس كو توستيقو كنت وحانا بتكهنت مد وخ شيغ اسكا دغاي لانسان في الجاهليه حلق الاسلام كور بن انسان بن ادم اسكا دغاي وين هاي كاهين وما أحسن الكهانة وحشاك نبدأ ما نقول نبرد ما وانا تنجرين إلا أني خدعت وان دقائب روحاني وانا هاي ساسوي قبل ويل بداية دون تا كان ينقون دون تا هوت واسدا وحن بان أفكس كارو فتيون إلا أني خدعت وان أكراي وحان سكار دقائي إنا هاي كاين حريفة هوش شو بايس كيكا هاتي واسقارد تويد الله كولان تيوهي فلاقياني وإلى كل منينك وانا ما نسوق اسكو أرقنا فأعطاني حلو يسير لذلك
indhaska qabashada indhaska ugu qabteen kaanka iskaga dhigay ee hawshu iskugu toostay iyo maanta ujuuradeedii isiiyey buu wadaad moogta tufsisa la aqbalo xogow loo dhiibuu ku facaayaa saan baan iska dhigay buu facaani lidalik abubakar wuxuu og yahay xadiidka mascuud fi saxiixayn nabigu inuu xarimanaha can mahri lbaqi wa xulwaan lkaahin kaahinka waxa la siiyey ninka wa sheega waa la siiye waa xaaraan qacan idan abubakar uma diidano ismana matajinaya dhagarta iyo khayaanada uu sameeyey wuxuu matajinayaa sharcan kaahin wixii la siiyaba xaaraana ama kaahinadu dhab ha noqoto aqoon u yeela waxsheegnimada ama ha u yeela waaba xaaraanba wixii lagu baxsho laba cudur baa iskugu tagay dhagar iyo khayaano iyo ujuurada kaahinada laga qaato ayadna xaaraan ah hada ladi akalta minhu faacaanii wuxuu i siiyey lidaalika arrinkaas uu ii siiyey hada ladi kanuu i siiyey akalta minhu maanta wax ku cuntay fa adkhala abubakar yadahu abubakar baa gacantiisa wuxuu geliyey afkiisuu geliyey faqaa waa matagay kula shayin fii batnihi wax walba cadusha galay buu iska soo matajiyey rawaaxidku uu leeyahay fkharija saxiixayn markaas abubakar intuu ooyey bu ilaahayow waxaan kaaga cudur daaranayaa oo dembidhaaf kaa weydiisanayaa waxa ku hadhay caloosha salkeeda ama xidmaha ku dhagay adoonka ka sheekay wuxuu yihi isu matajin waxaan ka baqay buu inuu naf baxo suuqaq ogu haya kolba gacanta ugu celinayay iyo waan ka baqay inuu naf baxaba abubakar xataa khashiitu an takhruja nafsu maca matagiba inay naftu soo raac baan ka yaabay basu isu matajiyey kadib gacmaha ka horta ilaah waxaan kaa magangelayaa sharka waxa ku hadhay xiidmaha ama dhiigga raacay ila durba ma ogtahay nin wadna la yidhaahdo iyo cawol baa shaqeynaya wuxuu la qaybinayaa ilaah wixii aan soo saari waaye baan kaa magangelay buu dhowr goor ba abubakar sameeyo ibnu sirin wuxuu yidhi awalu man istaqaa'a waa abubakar buuri shay laga shakiyey ama xaaraan weyga lagu sheegay ruux ismatajiyo muslim ah abubakar baa ugu horreeyay buuri waa runtii yacni waa dadku waa ka iimaan badnaa waa ka aqoon badnaa lamid ma ahayn rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiid ka wariyey haddii marka uu yahay wadaadaha wax ta'wiishada wuxuubak muxuu dhihi lahaa hawshan hawl dhacda wey qabl islaam cafa allahu camaa salaf keen hawsha susida maaha wuxuu waaba kufaar bay iska ahaayeen waalaslu fii maali lkufaarna waa alxilu waalibaaxatu weeye waa arrin dhacday qabla alislaam hawshu hadda waa dhagdhage ilaahay baa ka keenay keen wadaadiheenna hawlahood suma garanaysaa abubakar laakiin hawshaa shaqul kuma laha iska fogeyna waxa wasakhda ah alkharaaju shayun weeye yaceluhu asayidu waa shay uu sayidku saarayo calaa cabdi adoonkiisa waa shay maal baa loo jeedaa yu'addiihi adoonku uu gudanayo kulla maalinkaasuu dhiibaya wa baaqi kasbihi inta soo hadhe uu soo shaqeeyey adoonkuna yakuunu lilcabdi buu ahaanaya wa can naafic anna cumar khadaab radi allahu tacaala canhu naafic cumar ma soo gaadhay waxna kama wariyo laakiin xadiidka wuxuu ka warinayaa mawlihiisu cabdullah bin cumar ahaa an cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu kaana wuxuu ahaa farada kii u jaangooyey mushaar ooga dhigay lilmuhaajiriin alawaliin muhaajiriintii hore muhaajiriintii hore haddii la yidhaahdo laba macno baa loo jeedaa ama waa dadkii u tukaday labada qiblo baytulmaqdis iyo maka u tukaday wa dadka hore ah intaan ama waa dadkii bedr ka qayb galay labada idlaaq baa lagu idlaaqaa almuhaajiriin alawaliin wa miman shahida badran aw miman salla lilqiblatayn labada macnaa lagu idlaaqaa muhaajiriinta hore marka labada qibla u tukaday ee islaamka asalka u ahaa ama bedarba ka qayb galay dagaalka bedar ee qiimaha badnaa wuxuu u jaangooyey oo mushaar ooga dhigay 4000 afar kun oo dirham buu siin jiray wa farada libnihi cabdullahi bni cumarna wuxuu u qondayy mushaar ooga dhigay 3500 3500 buu ka jaray asaga faqiilu waa la iday waxaa lee cabdullahi bni cumar waa muhaajiri waana meel muhaajiriin alawaliin weeye waa dadkii soo gaadhay bader soo gaadhay weeye laakiin kama qayb gelin lisakhari sinihii buu oga qayb gelin waa ogtihiin waxaa weeye wasala lilqiblatayn seed leedahay faqiila lahu waxaa lagu yihi huwa ibnu cumar meel muhaajiriin alawaliin buu ku jiraa falima naqastahu maxaad mushaarka xooga dhintood oga goysa oo 500 oga goysa faqaala wuxuu yihi u fiirso cumar wuxuu iska ilaalinayaa tawaruc buu ku dhaqmahayaa wuxuu iska ilaalinayaa amaad meeshaasi dhibkaasoo gaadha oo wiilkaadii aad la sintaa dad uusan la sinay
idinkuna caruurta islaamka dhammaanaysa agoonta gaajo u dhammaanaysa kuwiina la ordaysaan shaqo iyo xoolo iyo meesha ugu fiican ba xoolo ku bixinaysaan weliba rasaas baad ku ridaysaan. Cabdullaahi cumarna muxuu leeyahay, ama wiilkaada la sinto dadka kale meeshaa dembi kaasoo gaadha 500 dirham buu ka gooyey isagoo muhaajire oo saabiq oo awali ah. Faqaala wuxuu ihi dareenka cumar u fiirso, inama haajara bihi abuhu wa fi riwaaya abawaahu, wiilka cabdullaahi waa runtii waa muhaajiri waa saabiq, laakiin hooyadii aabihii buu la socday markuu soo jiranayay. Maalinkuu soo jiradana 11 sano uu jiray Ibraahim ibn Cumar, 11 jir buu ahaa. Wuxuu yihi ninka asagu iskii usoo birjeexay ee dhibka soo maray ee iskii usoo dhaqaaqay iyo wiilka aabihii hooyadii ay raashinka u karinhayeen ee garba waayeen ay difaacayeen isku xaq ma ahaa buu awsha yeelaha. ولذلك عدل عمر وسياسته السياسية عفوا الاقتصادية إلى أمن كان بلا دراسية إلى أمن كان بلا دراسية إنما هاجر به وحل سجرده الله صور دقاقه مكاكا كانوا من يليمد أبوه أبيه. يقول وجد ابن عبد الله عمر وجد ليس مأهان هو كمن هاجر بنفسه. ليس ابن عمر ما هو ليس هو ابن عمر ما عبد الله ما كمن هو هاجر بنفسه nin nafti usoo jira isagoo madax bannaan oo oday oo isagu kharashka la soo baxay oon cid difaaci jirin oo alla ku xidhnaa oo dagaalamay oo yimid iyo cabdullaahi ismid ma aha. Wuxuu simi waayey cabdullaahi usaama simi waayey oo uu yidhi usaama nabigu kaa jeclaa, laba uusan nabigu u sinnayna inaan u simo dheefta ma soconayso. Xasan iyo xuseen buu cabdullaahi uga badiyey oo yidhi waa labada wiilay faadumo dhashay weeye nabi maxamed jirkiisa weeye cumar hawshiisa waa garanaysaan. Ayib ninka noocaas ahaabay kuwa Soomaali maanta sheeganaya ay Ilaahay ugu dhawaadaan sheydaan bay ugu dhawaanayaan he in la duro oo diinkiisa wax laga sheego ilaa gaal buu ahaa oo kan u ahaa. Hadda goor baan kala hadlay nimanka ma aha idiidi he Soomaali ma aha nimanka Soomaali ma maxay yahay Soomaaligu waa muslim. Ninka diinka ka baxa Soomaali ma aha muslim ma aha. Soomaali waxaan isku ognahay inay tahay waa muslim nation wey ama waa islam nation wey. Zambia ma maqashan waa Christian nation ma maqashan. Idan ninkii diinta ka afqurmay diinka ka baxa ama ku tunta Soomaali ma aha muslim ma aha. Wixii hadda ka dambeeya waxaanu ka dhigaynaa ya islaamnimadu waa jinsiyo marka Soomaaliya la joogo macnaana ka oga dan leena hada ki khatarta ma laana intay kuray iyo fuulay qaba meelaha geen ku referenjiga oo soo aafayeen bay waxay dhayn kristan baana Soomaalina waana waxaan leenahay he Soomaali matiin limada muslimati ninka muslim ahayn Soomaali ma warka waa in la fahmo siyaasad khatar ah soo socota hawsha sida Soomaali 100% waa muslimiin marka hada muslim aan sheegahayna wixii islaam sheegtan u jeedaa مع الصوفيين المشركين تين قال دين وحورن مركا وحساب سن هيا حن حساب سن هيا يا هولا هولا سياسات بان له هادو مركا كلا بحاين وركا وعديسانيا لكن هادا مركا هلكا لا تاغن نينك اسلام شيقتا ام با سوماليا واخ كوله لكن وحن اسلام شيغنين هي باسبور لما سين كرو باسبور كلو مغين كان نينك مسلم هاي باسبور سومالي وان لو قاطو مسلم لو ما قادن كارو سومالينيمو سومالي ما هي كو خردنتاي اسلام نيماي كو خردنتاي وروحو انو اسلام شيغاناي قضيه دا وانا كو دغالنتان اي فورينا وخبدان دها كلا قادا وخبدان با سو سوده. وعن عطيه بن عروه السعدي الصحابي الجد رضي الله تعالى عنه قال صحابه وحيجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أظنكم مجاري أن يكون إنه النقض وكم من من المتقين كوا الله كعب صده من المتقين في الواجبات والسنن حتى يدعى إلى أكتره ما لا بأس به وحان إبلاهين حذرا بقيد وكبقى لما به بأس وحان إبكتر إلى شيئا إبلاهين أغفق أغتكت أما إبكا قيمات متقمتي متقين تلقوتر ماي إنما يتقبله من المتقين. اتقاء وسدح الدرج اتقاء شرك اتقاء كبيرة واتقاء عفو اتقاء معصية اتقاء شبه صدح ذوي
shirkigana iska ilaaliso, inaad macaasida iska ilaaliso, iyo inaad shubahaadka iska ilaaliso. Idan iimaan kaamila iyo taqwa dhammaystir oo shirki iyo macsiyo iyo shubha la iska ilaaliyin noqon mayse mutaqiga ilaa aad ka fogaato shaahan dhib lahayn baqid aad ka baqayso ama wax kaga yimaada dhibaato kaaga timaada. darteed laa yablugu alcabdu adoonku ma gaadhayo an yakuuna min almuttaqiin xataa yadaca ilaa uu ka tago maa laa ba'sa bihi waxaan dhib lahayn sharcan marka la fiiriyo xadaran baqid uu ka baqaayo lima bihi alba'su baa ku timid fi jaamici tirmidi al in la geliyo lima bihi alba'su shay dhib le amu kaaga yimaada. وهي النبي يقول حديث حسن كبدنا ضعيفين اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من حلال وريدينك يا حارانتا اسكي حجي يا حارانتا درب دنو حلال شيء حارانتا وحد اسكي حجي سان درب دنو حلال وقتك مثلا نبا قوري با اذا كان دحيا اسكو سيراتين هل مثل وقتك اضوء الله اسيدا انت قوسن لاي تاكا اسوق اولياي haddaan iska wada inaad wax uga tagtay wixii sibad qadaraysa waliba maxkamad ku geynaysa. rawu tirmidhi waqala xadiidun xasan sida uu tirmidhi sheegay weeye dahabina xaakimna xuri waa saxiixu lisnaad dahabina waa ku waafaqay waxtaja bihi axmedu fi kitaabi lwaraci yuu xadiidkan xujaystay aabihii wiilkiisa cabdullah baa su-aal abubakar marudi cafwan baa su-aal weydiiyey markaasu imaamow hooyadii aabahay oo cunto shubha ku jirto cunaya hadday ii yeedhaan oo kaalin nala cun yidhaahdaan maxaan sameeyaa xaaraan maa la soco raashin shubha ku jirto xalaalnimadkiisu dareen laga qabo bay aabay hooyada cunayaa wayna igu yeedheen hebelow hooye kaalay ila qadee xuri axmed saqayaxan diiday kula cuni mahayo shubha ku jirta hadhihine meri buu waa dharagsan hooye iska wad daybaan quraacda igu dhaweyd ma dhaweyd baan beer cunay hadhow baan anigu wax ku dhufan doonaa bal hadda aad iska jeed wareeji buu yidhi waalidkan ha ka naxin oo ha dakhrin baashanna ha cunin buu yidhi xadiidkan marka xujaysto sheegay axmed ixtijaaju axmedin fi maxalli su'aal maxay tahay waa inuu xadiidku agtiisa ka sugan yahay bay kutusaysaa bay kutusaysaa warkan wadaadku maxaa hoosta ku sheegay macno badan ma sii lahaa ninka uu sheegay uu leeyahay waa cabdullah ibn yazid dimashq waa daciif yacnii laba cabdullaahi ibnu yazid baa jira cabdullah ibnu yazid ibnu rabiicata dimashqi oo wadaac oo kadaab ah ayaa jira ninkana waa cabdullah ibnu yazid kaasu waa taabici baa lagu sheegaa ninka matrugaydhan waa xadiistu waa mawduuca la yidhi ee aada munkarka xadiistu ay manaakirta tahay waa taabici abidardaa iyo abu maam wax ka wariya inta badan ninkan taabici ma aha cabdullah ibnu caqiil baa wax ka wariya asaguna rabiicat alqasiir iyo caطiyat bnu qays wax ka wariya can isaxaabiyi waana isagu min atbaaci اtaabiciina ninkan asaga wax jarxiyey ma jiro jarxuhu laa yasixu an axad ninkan in la jarxiyo markay u badan tahay waa majhuul xaal waa majhuul xaal ninkan asaga bukhaari baa sidaa u kala qaday fii taariikhihi laba wadaad bay kala yihiin isku baabna ma aha ibnu casaakir wuxuu yidhi ma ehe bukhaari baa khaldami waa isku mid مزي وحوري أصاب البخاري وأخطأ من عساكر الحافظ المزي ذهب كل راعي نين كان مركة حديثي سترمي ذو تحسيني حاكم نو صحيحي ذهب نو كل راعي وذكر ابن حبان في الثقات ولم يجرح جرح كسر مجر جميع جروحات كل سوق يقولون نينك كلا يقصيسا نينك أحمد الحكيري أحاديث موضوعة نينك نحديث كيسي وحجيست في باب kitaab alwara kala fahma masalada ninka marka waa xadiidkiisu waa xasan weeye markuu u yar yahay baabu isticbaab alcuzlati cinda fasaadi annaasi waalzamaani aw alkhawfi min fitnatin fi ddiini wawuquucin fi xaraamin wa shubahaatin wa naxwiha baabkan bal aan raaciyo baabka hore ya maya afurka iskaga sugaa xagad u ordaysaan ajir baa idin socdee baabu istixbaab alcuzlati in la jecel yahay dheeraashaha laga dheeraado dadku laga fogaado duurgalka inaad duur gashood ma cidlaa gurigaada isku soo xidho ood soomaaliya ka fogaato meel ahaa iska degto cinda fasaadi naas dadku markay fasahaadaan diintoodu xumaato cuduradu bataan ma aha cudurada diineed markay bataan dadku xumaadaan iskaga dheerow iyo wazaman xilligu markuu xumaado aw alkhawf ama marka laga cabsado min fitnatin fi ddiin diinka in lagaa fitneeyo adaaba marka si goona lagu maagan yahayo
ضربة دينكين لقافدنا واذكع الرئيس إيو عند الخوف في وقوع من وقوع في حرام إن الحرام كل عضل كبا قيسا تتصمال إذا كده يراتو واذكع إلى الشامي مثلا لكن إذا تحجدوا كبا قيسا إن حرام كنسيان دين تكافتنا عقدتك قليان فارق قبيل كبران كويس كيف يوازو ما يربريان سباشا اللوغو وذي وحن قبيل أهين قبيالات بأن وذن قبيالات بالدين كده كان هيا ويكو آفين هبين والمكا تقولوا إذا لغو هيا آتكتو وضباشا ونفود لغا قلي ويكو قلي نبا نبا واتساب كحيري جر ونرهي نورو بيا ما نلويد بانبالوغ اسكا ساري وحارو ساري كليب إيمسو درو إلا وكليب كسابسون قويس وسو كرد شيء تاريخ ذو دي إيو سيئهان شرين إيو إنا يوغو سمالي سنكايسين شرين وحا أمبو وضع كليب وعدي إيمسو درو وحوانا أمسو درو إنتا أمبو وضع بلك ورما واغو هوري 99 كما ننكا برتي واغو هوري ننفو يوبو أها وعسكفي عان هوش أنا أقول ننبا هذا قربا عدنان ويديو قويس كيسيو قران واي أنا أصحوري سرير كاساتهاي نينك أساقها وحن قرشاهاي نموضو يا فدني والله طابت هذا ما يكون لحجر كيسو مربضا وكو دباطينيا مربضا وكو دفينيا ولذلك السلف كسكو خلافين كثرة الإخمان ما سفاها مسوا حكمه صاحب الله إنا يبطان مدبال نما مسوا درع نمو سفيان ثوري حلو ودبال نمو وهذا هو حيث هنا وادرع نمو إذن كي دين تالله وحالتك لكي سار هو شاسك إلالي أمضا إن لقود حجراء وانا أكسان أنت يسوبين الروني لك هذا في النوبان وفسادان ليب كوضابا والغا ديرادا يوقوع في حرام وشبهات ونحوها إيو شبهات يوحي لها المعنى إن يكون حريدان أما أكو قليا ما قد كبقوا يسو هذا سادو جوكتو حالوني كمبين كبا سعودية كين قاران كورادة كين كي كين MCA با سعودة برلمان با سعودة إيزيغا قفانا سعودة وحيات رواقعي سوماين هوشي قرشي سوماين إيه دقاها نرحنو شي سيد يلا هدي إنا تكعرتم ويه أما دقاها حراتو أما أبين دلداشو ما هيو مهيلي كرو كمتشرو ملك لا قاران إيقا فديا war waagdan muwaalig qaaranka wuxuu u diidan yahay waa lagu soo saari si lagu wado ku keeraya marka Soomaali warkeedu waa dhib badan yahay Allahna dhowro qaala wa tabaaraka wa ta'ala fafirru ila Allah ilahi haqqi sawu arara xumaanta iyo macsiida ka arara Allah u arara ka fogaada meelaha lagu aafobayo inni lakum anuu idinka waxa idin ahay minhum min ciqaabillahi nadirun digaan idin ahay mubiinuna waliba cad عضيني حقنا. وعن سعد بن وقاص الزهري رضي الله تعالى عنه قال حساب حول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كلاه ولا ما قال حديثك قصه لها ويلو اسول له عمر ليداه ابن سعد با مال كيمت كوفيه بصريه مكي ذلك كيم سعد انت اسك غدير هذه فند يا دغالك معاويه علي كفغادي اسك عرض دور الا دغاي او هلا ادمان اسك غدقدا انو كقيب دغالك ديده با ويلك عمر ابا انت مالك تيبو ييمت ميل فوق بو كاركاس او سو سوده مركا سورة اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب إلهو ننكا صوصارا قاديد كشركي ساكامان قالي وقرنا يا ولي ولي والد كوأزي قانات إنه فدنا الله صعود قرنا يا مركو صوفر أبي سأب حول أبو وحاضه من المهاجرين الأولين أول من رمى بسام في ألاب سيداي سعدنا أويها وربعة أضو سيداء رقا عليه كوكو فعا هين كوكو أين هين كوكو أقون هين كوكو الدين هين كوكو تضنماء هين يا مامل كي كرسي ما أنت قطر تما هي أذونا ماشى هلا إرمان وعدق وراب سنة إذا ما هم ماشى كل جاي كله باش كقيب قال حديثك وش جاي حور فريزو أذوني ما نبى شركة ليها كم من قلاي هذا الحديث كي قد جيس النبي محمد الله يقول له إن الله يحب له وحوج العبد أذونك التقي الله كعب صلا إصدور إس إلى عليا الغنية غنى النفسي نفتنا كهذا كأي نفتي سؤال داخله إن هذا موهن قال تاجن الخفية يا قرصون ورسدنا عن إيروني دور كاسان سكج على إيه هل كي يقود دابور عمر مساعد يقود من مال حبه قد بي أبيه بها بارك ونفطو كاري رواه مسلم مسلم حديث كوري إذا وام هاي الخفية
markuu zamanku fasahaado siduu sacad yeelay inaad iska cararto duurka iska gasho ilaahay halkaa ku caabudo aadamaha dhibkaada kala dheeraato sharkuduna aad ka fogaataa kuu dhan awey والمراد بالغنى هنا وحاوى غير غني النفس نفتك هدنا هذا اسك فقير اسك باهان باب القناعه يا كفاف اسك غلفته واسك ايمان سنتاي وحن يركاد اسك قنع سنتاي وا وح له له وي وا شيء الهي بحيو فضيا حريصا كما سبق في الحديث الصحيح سيده كسور مر حديثك صحيح الغنى غنى النفس ليس الغنى بكثره العرض وانك صوم عن كثره العرض وانك صوم مر ولكن الغنى غنى النفس وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل باوحور النبي محمد ويدي اي الناس افضل يا رسول الله رسول الله يو ضد كيبا افضل بغن مسلمين تكي افي عن قال النبي حور مؤمن باو ناقصنين الله يا رسول رمي يا اخر مجاهد بنفسي نفسي سكو جهادها يو جد كي الله قد قالامي نفتي سكيني ومالها انتدي سكلي في سبيل جد كي الله قلي نفع مال بواديار عندنا مشاركة مرة بو صحيح اسي مالها اساقا سوقا بكت منيقز سوقا داني ninkaas oo ugu qeyr badan idan allee rasuul waa rumay naftiisa buu quuray iyo maalkiis maxaa dhiman hadii maxaa u haray ninkaas qaan wuxuu sahabiga thumma man nabiy allah yahay ku xiga ninka ninka lama gaari karo yahay ku xiga laakiin qaala subhan wuxuu thumma rajulun nimba ku xiga mu'tazilun dheeraaday ku fogaaday fi shicbin gol oo mina shicabi golahan kamida golaha labada qow meesha ka dilaca dhaxdooda gol la yiraahdo halkan qow baa ka jira halkan qow dulelka dhaxdooda ayaa gosha la yiraahdaa inta badan dad farq iyo laag ba ka dilaac biya xagga kiimida ku wax geedaa dhulka jeexay yaabudu rabbu rabbiga caabudaya dadkii ba iskaga fogaaday xayntiisii geelisay meel gool iyo duur la aaday halkaas rabbi ku caabuda dadkan waa iskaga dheeraaday ninka hore muxuu ahaa waa nin muslimiinta wax taray rajul caam buu ahaa dan guud buu u taagan yahay jihaadka la waa dan guud naftiisii maalkiisa muslimiinta ku difaacaya ilaahay buu caab kana waa maxay haduu muslimiin waxba tari waayay oo ka baqaasan in la aafeeyo durkus kaga qarray dibkiisii buu kala tagay dibkiisii buu ayaga kala tagay wa fi riwayatin waxa ku yimid yattaqillaha ilaha ka cabsanay rajulun mu'tazilun fi shi'b min ash'abi mesha ya'budu rabbahu rabbahu wa ku yimid yattaqillaha ilaha ka cabsanay wa yad'u an-nasa dadkana kala tagaya min sharri shirkiisa ka dheeran hayo kala fogaanay shirkiisa walaalka dadan dheefinaynin hadhibin buu isiri waar iska fogaaday muttafaqun alayhi ina qaybta dambu xadiidku marka imaamku ku xujeesanaya طيب وعنه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحي لي يوشك وحا دو هذا ورونتين مسلمين ودقنتين وحا ايمان دونتا ان يكون انه نقضه خير مال المسلم روح مسلم كان مالك سك او ناقص انه نقضه غنم حين اريا روح مسلم انت او يجو وحا او خير بنان دونا اخر الزمان كاري يتبعوا لره راعي بها أدغي شعف الجبال بورها إغر كودية فينتو دي ماشا سريع بارت أسر ريس قوك قيبت سراء ليدا إغر إيا فينتو إيا بار إيا حد تاك تامب أما إلها كوري ما إلها دوه دا دود دوغ إلا سو مرتيو أو تد مسلمين سو قرب دغانو بيل ماشا فريسة طول ليس دبو كبقايا قوك سيدي قودر كيو ما إلها تقايا الأدو ما إلها كو تقيل كو لغر ماشا كو قوان ما يسو قيل كو قوان ما هي يتبع للراعي بها حينتي وحول الراعي وقلبه ولو قوري شعف الجبال قويها إقر كودية ميلوه دكورة فيه دو دي بار كودة يو مواقع القطر روب ميلوه كدعوه ضروب ماشي كده دو حينت الله هذا هي اسكا قورا هي ميلو بنا قداق يدنا اسكا قورا واسكا سعوري مواقع القطر روب ميلوه كدعوه محصاوي إليا يفر بدينه من الفتن دين كسبو كلا عرى يفتن لغا فتنه يفر ولا عرض بدينه دين كيسي إيمان كيسي بمعنى الفتنة كذا عرّاية رواه البخاري شعف الجبال أعلاها شعف كل شيء أعلاه بالله شعف كل شيء شيء والبشعف كيسي هو أعلاه ما شو أسر هذا مسألة شعف بوليه هاي وحلب ما شو أسر هو شعف هل كأوك الرئيسة شعف كلا إلى أعلاها ما شو أسر رئيسة إذن حديثكم حطوصها يا حلقة في النظر يدعى الدين كذا ويابتض وعبسطه إن عررت إنه من السنة هاي سلف كن وايلي جيرين صحابته ييلي جيرين نبي محمد وا قدر دارمي لكن انت لا دقن ياي مد خير كفري كرتو خما كريبي كرتو ديب كدا كا حسلن كرتو ديب كودا ادل قادن كرتو ان دح جوقتو وخترتا وناغسن ونا كين دون امام كباب كا اسغا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا اله النبي مدر
ilaa haduu ilaahay nabi diray waanu soo maray xadiidkii raaca lagana maari buu soo raacay nabi walbo ilaahay duro ari buu soo raaci jiray xikmaana ku jirto looga dan leeyahay faqala ashaabu nabi maxaa xirtiisa waxay dhaadeen wa anta nabi laadu ma hata adiga aduun ma soo raacday qaar nacmar waa soo raacay buu kuntu arcaaha arigan raaci jiray calaa qaraariita liahli makkata waxyaroo diinaaroon ku heshiinay baan yaan mashqaayad uga qaadan jiray aan xilalo u qaadan jiray qaraariidku waa juzu min adiinaar hadda korna baxdi ku jira waynu soo marray liahli makkata reemaku amiin inuu yahay oo run badan oo aamin oo daacada yahay oo xilka iskale waaye marka tay adhi isku soo dardareen buu nabigu u raaci jiray waxyarna ka qaadan jiray intuu yaraa rawahu albukhaari bukhaari baa wariyay xadiidka isaga كنت أرعاها أريغان راع جري على قرائط أي بقرائط يعني وحيرو الذهب جزء من السمون أما عينتين أما النص وحط تراضان وكلوي لأهل مكة ريب مكان راع جري وأريغاس ريب مكان لها نحاك قصي مركا وشان أيضا حديث كان مناسب لله باب كم يدرك ما يدقرته يا ما يعدي وحن كجر ري إن دتك اللي قفوا هذا إني وأنا أقسمت أن مركو الزمن كفس هذا دتك حما هذا نبي محمد بع أري رمك أور راع جري حلال يرنا كقذن جري باب محك خصي يا ما يعرف ومال وأنا أقسم بكربا حد يكورك حوجنيا أنبياء صور راعي أو صور دقي معنا سنو الكربة معنا كلو ماشي موقر هي مجرو هدو باب كدن بكو كيني لها وفعلا الله يدو أرغو دبا لغو دقا واسك تبرير يهي ودبا يهي حيوان كو دنبو أنه قولي يهي إلالين بدن بو ربا دول قال فربا دن بو ربا أرغو نن راعي ونن قصد أو دول قال أو صبر بدن أو قاشد وات كيستا دور يتبر نعوي أرغو مدبا بيبوب قوا مدبا قونس كغر دقاقي مدبا هراء نفتك أقام رياضك ويسك يا عيدو هنا ويسول لودي وحلا سوكيني كاراري وما مركض أري نين أوجك سلطنة ودقة كارا نين أري دول قادو يش أنا أوجك سن كارا ودول قادن كارا حكم هذا سو حكوف عين مركا مخالطة الناس إن لغوه سكينه لكن هذا وحكوف حجني حديد كوريها وحاي لو إنه أري ونقضه مالك او خير بدن روح مسلم او يشو اري انه خير بحابة كتسب امام كلية هاي انبياء سراع جري مناسبة وحانا ايه مقدمة جديد كنا قصوا فكرة ان شاء الله تعالى شراع لو يكبه دن حكمة هذا الشيء قوي انما المال بقول رفطي لكن تا انو ان تلماوي باي لقر حسن هذا دي قد يدان بريبا نقضى الله ان شاء الله رواه البخاري وعانه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رسولك حجري من خير معاش الناس لهم من خير معاش الناس لهم أي من خير عيش للناس بلغ وذا نول بن آدم نول هذا من أخر من حاكم ذا من معاش هو التعيش والعيش ونولشة حالات النول هذا كنا شايوي من خير معاش الناس ضدك نولشة هذا من ذا أنق خير من حاكم ذا اللهم للناس وآتي رجل ممسك عنان فراسي في سبيل الله وحلو جداؤن ضدك نول يكون نول هذا من ذا أخر من حاكم ذا وهكذا رجل ممسك هايست وكدغن عنان فرسي فرس كسي لجان كسي حكمه في سبيل جد كلاه وكدغن فرس كسي بو غان كسايا لجان كبو هيا جد كلاه بكدوليا دن كلام راه انت سو هيغن ياي وخران ياي يطير ودوليا على متنه اما واد كسفين دونتي على متنه دبر كسو كدول متنه وا دبر كظهريا دبرك فرسك متن لا يجادا يطير وحكبوديا على متن فرسك دبركيسا كلما مركز توصنع أم مغلو هيعة قيلو أو فزعة أما درين أم مغل هيعة دوا قيلة يدواق يوركب بحاي وركع عاي ورسو قرمدي فزعدنا ونحن تيري سوكرا دويك الحق بدين وحلقا أرقى قعو وحمل الله درين سادو طار عليه وقد ولا يا فرس كدوشي سب قد بودا يا يبتغي أسوق الدنيا القتل إنه دنتو ولا دلو أول موت قريب وكره دنا يا ماذا أنهم ملها لقى في الشيء لقى ما ليستو ملها خطر تاع السبت إصداف أمورك إصدافي يقلي يا سوق الشهادة رادنا يا مسلمين تنا دفاعي
kaasi marka nool bini aadam ku noolaado midda ugu khayr badan buu ku jiraa. Waa inagoo oran soo maray mu'minu mujaahidu binafsi fi sabiilillahi wa mali binafsi wa mali fi sabiilillahi u khayr badan nabigu soo yiri. Aw amasa rajulun weeye ayaa min khayri macaashi nnaas, nool bini aadam midda u khayr badan waxaa ka mid ah rajulun fii gani ghunaymatin ari xayn dhex jooga xayn yar ghunaymat waa tasgiru ghanamin aw rajulun weeyo fii ghunaymatin xayn yar dhex jooga fii ra'si shacafatin qow baarkii la jooga. Shacafadu waa fiiqa taagan, kaa fiiqa taagan korkiisa lasii jooga oo min hadii shacafi buuraan taagtaagan ama qowyadan iyo baarakan iyo garadan ka mid ah. Aw mase batni waadin laag dixdeed buu la joogaa ama tog dixdii buu la joogaa iyo galihii oo min hadii alawdiyati watogyaaka ka mid ah lamar baa toga la degaa galaha la iska degaa xilligan abaarta la joogan weli marka aan roob iyo biyo soo roga laga baqaynin waa la iska degaa meelaha wixii ku hadhay biyo mareenka ku hadhay baa xoolaha lagu badbaadsadaa. Ninka marka ama galaha iyo laagta dhex degan ama qowga igarkiisa iyo fiintada kore degan xaynta yartana la jooga muxuu halkaa muxuu samaynaya? Yuqiimu salaa, salaadu ogahaya, wayuuti zakaa, zakadana xaynta waa ka bixinaya, wayacbudu rabbahu, rabbigana waa caabudaya, xataa yaatiyahu, ilaa u yimaado alyaqiinu dhabti oo geerida, alyaqiinuna waa almowt, ilaa yaqiinta u timaado geeri u timaado. Laysa min annaasi ilaa fii khayr, dadka waxaan khayran uma qabo, laysa min annaas, dadka kagama sugno ilaa fii khayr, wanaag buu ahayaa, xusnu dhanni buu ahayaa, dadka ma dhibo, kii soo martay waa suriyaya, ayagana ma dhexgalo. Rawahu Muslim. Idan waa marka ruuxu muslimka marka iyada ah laban baa lagu badbaaday inaad xayn iyo meel cidla la tagtay iyo inaad jihaad heegan u noqoto oo halkaas kaga jirto laban baad ku badbaadaysaa wey wixii koo dhan waad ku fandoobaysa. Yatiiru ay yusricu waa degdegahayaaba loo jeeda shimbir maho ma duulahaye degdeg baa laga wadaa buu sheekhu ku leeyahay. Wa matnuhuna dhahru dhabarkiisa wey wahlayacatu waa maxay waa asawtu lilxarbi waa dhawaqa qayla dhawaqa dagaal dhawaq dagaaleed wey qaylada iyo warsoo birmada iyo hiili iyo howlaha noocaas oo kale ah iyo ragga iska dhacashay walfazcatuna naxwuhu waa la mid wakaaga dhowdahay waa uun argagax iyo dareen iyo dhiilo un weeye wamadaanu shay shayga meelaha laga malaystana almawaaducu waa goobaha allatii goobahaasoo yudannu la filahayo wujuuduhu wujuudu lmowti waalqatli fiiha in geeri meesha ay ka aana u tahay la filahayo walghunaymatuna wa bidambi lghayni tasiiru lghanami ari oo la tasqiiriyo weeye oo ghunayma la yidhi washafac شعفتنا بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل وقوغا ماشي أسر رئيس والله سبحانه وتعالى أعلم.